أسرار الرؤى. أعزائي المشاهدين في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج أسرار الرؤى. مستنية تليفوناتكم الطيبة معايا، ومستنية أسمع أحلامكم ورؤياكم الطيبة وأفرحكم وأبشركم، وبرضو اللي عندها إنذار أعرفها ربنا عايز يقول لها إيه وأبلغه لها عشان تبدأ إن هي تنفذه فورا إن شاء الله. والحين استقبال تليفوناتكم، هبدأ في بعض الرسائل اللي موجودة معايا عشان أصحابها يسمعوها، ويا ريت يا رب يكونوا سامعانا دلوقتي طبعا. ومستنية تليفوناتكم الطيبة دايما بتكون منوراني وأصواتكم منوراني معايا على الهواء إن شاء الله. هبدأ إن أنا أتكلم في بعض الرسائل اللي موجودة معايا. بتقول بسم الله الرحمن الرحيم، حلمت اني وضعت ولد شكله حلو ومشيت بيه في الشارع على طول والناس شافته. والله اعلم الولد اللي شكله جميل ده ومشيت بيه في الشارع والناس شافته، والله اعلم بدل على موضوع في حد هيأنبك فيه او في حد هيكلمك عليه وهيقولك كده غلط وما ينفعش، ده تأنيب بيأنبك على الموضوع اللي انت فيه، وللأسف انت هتكوني صح فيه. فركزي وخلي بالك من اللي بينصحك ومن اللي بيوجهك ومن اللي دايما عايزك ان انت تكوني تحت سيطرته. هل هو صح ولا غلط؟ بيخاف من ربنا ولا لا؟ ده كل الامور دي ترجع لك انت. وفي الاول وفي الاخر عايزه اقول لك ان انت صح بامر الله في القرار او في الموضوع اللي انت هتاخديه، والله اعلم. ده بالنسبه للولد اللي شكله جميل انت كنت بتمشي فيه في الشارع والناس شافته، والله اعلم. هرجع لرساله تانية معايا بتقول بسم الله الرحمن الرحيم، ابنه عمي حلمت بان شعري اسود ومليء بالقمل، وكان القمل كبير بالحجم، انا انثى عزباء وعمري 26 سنه. بص والله اعلم بيدل على ان في ناس كبيره في السن، يعني هو طالما شعرك اسود وكده فهتيسر في امورك ان شاء الله، والله اعلم. اما القمل اللي هو الكبير الحجم ده اللي موجود في شعرك وبنت عمك اللي هي اللي شافته لك، فان ده الامله الكبيره في السن او اكتر من الامله الكبيره في السن، فهو بيدل على الناس كبيره في السن، اب ام عم خال خاله اي حد من دولت الناس اللي هم كبيره في السن. ربما تقعدي مع حد ويتكلم معاكي ويستشيرك في امر ما يخصك انت ويعرضه عليكي ويكون سبب في سعادتك ان شاء الله، تقبلي الامر. يبقى احنا عندنا احلامنا كلها سبحان الله عكس بعضها، في اللي بينصح ونصيحته مش كويسه وفي اللي هنا بينصح ونصيحته كويسه. هننتبه لاحلامنا ونركز ونشوف احلامنا بتقول لنا ايه وعايزه تقول لنا ايه عشان نبدا ننفذها على طول ان شاء الله. هرجع اخد رساله تانية معايا بتقول بسم الله الرحمن الرحيم، اتنين من صديقاتي حلمنا في نفس اليوم بان عرسي وانا اجهز للعرس، يعني فرحها، يعني هي بتحضر لفرحها كوشه لبس اي حاجه من دي، والله اعلم. ندى السلام عليكم يا ندى. عليكم السلام، ازي حضرتك؟ ازيك يا ندى يا حبيبتي، عامله ايه؟ الحمد لله تمام، ربنا يصلح لك حالك يا رب. اتفضلي يا ندى. ربنا يخليك. انت يا روان احلام صغيرين. حاضر يا حبيبتي اتفضلي. اول حلم اختي الكبيره حلمت ان هي راكبه جنب جوزها العربيه، تمام، ولابسه فستان عريان كده من فوق وقصير، وانا على الطرحه وشعرها زي ما يكون مكوي كده وقصير، ولابسه كوفيه الفستان وشعرها مكوي وقصير، زي ما يكون مكوي يعني ناعم كده. طب تمام خلاص، ده اول واحد؟ لا لسه، بس بعدين هم راكبين العربيه دخلوا على لجنه، فجوزها نزل يكلم الضابط يعني كده، فالعربية راحت ماشية لوحدها شوية، بعدين راحت هي متحكمة فيها موقفاها، بعدين جوزها راح حكم معاها تاني ومشوا وراحوا على ساحة كبيرة كده فيها زي ما يكون قرايبنا كلهم كده يعني، فشافت بنت عمتي فك يعني الحجاب برضو وعاملة شعرها ضفاير وجايبة ضفيرة من اليمين ومن الشمال وربطهم في بعض وعاملة زي دقن ليهم يعني. وبعدين اختي بتقول فشدتها من البصاير دي كده وقالت لها ايه ده، هو انت قلعت الحجاب؟ فبعدين فراحت بنت عمتي قالت لها اختي من جوه بتقول هو انا بعيب عليها دي، ما انا كمان قلعت الحجاب. فشافت برضه بنت عمتي متجوزه مخلفه واحده بنت صغيره، فاختي شافت بنتها الصغيره دي وحشه قوي، فبنت عمتي قالت لها شيلها شويه، فاختي شالتها شوية وبعدين رحت قلت لها لا خدي بنتك دي وحشة. ده أول حلم. طب أول حلم ده والله أعلم، الشعر القصير المكو والفستان القصير والعربية واللجنة اللي وقف وراح للظابط يكلمه، بعد كده هي مشت شوية مشى وراه
كل الافكار اللي في دماغكم طلعوها، الصبوة تعيش وتكمل حياتها، دي اول حاجه، لان واضح ان في صراع في حياتها وهي للاسف يعني تعبانه ومنهاره، ولكن هي حابه ان هي تكمل في حياتها. فهماني يا ندى؟ هي مش كارهه حياتها، حابه انها تكمل في حياتها، لانها سبقت واستنيت وراح ركب العربيه معاها، اصبح ان الامر راجع لكم انتم. لان هي لما بصت على بنت عمتها ولقيتها قالعه الحجاب وعامله الضفيره بتاعت الشعر، فردت قالت ايه؟ طب ما انا راخره زيها شايله الحجاب. يعني نفس المشاكل اللي عندها، نفس المشاكل اللي عندي، عندك، عند اي حد، المشاكل كلها بتاعت البيوت واحده. مش اول حاجه نطلع نلجا اليها هي الطلاق وخراب البيوت، غلط طبعا خالص. هي مستحمله وصابره، والفستان القصير ده بيدل على واحده صاحبه الدين، لان رجلها بانه، فبيدل على ان هي متمسكه بحياتها وبجوزها، وحاسه ان هي ممكن بعد ما تسيبه الدنيا تتلخبط معاها وما تشوفش او ما تتجوزش واحد تاني بنفس المواصفات وان هو كويس ويشرفها. هي مستحمله وصابره، ودي عيشتها وهي اختارتها وحابه ان هي تكمل فيها. يا ريت تعينوها وما تهدوهاش وما تقولولهاش اتراجعي. انا اللي كلمت حضرتك امبارح. ما هو اصل بصي، الاحلامكم كلها شبه بعضها، سبحان الله سبحان الله. يعني الشعر القصير والكلام ده هو بيدل على ان في واحده مكسوره وان مفيش حد بيعينها، وللاسف كل اللي بيكلمها بيقول لها تراجعي، تعالي، اطلقي، سيبيه، مشي، روحي، تعالي، كل ده. لا طبعا يا ندى، عينوها، الله يبارك لكم. هي عايزه عيشتها وحابه ان هي تكمل في حياتها، وربنا يهدي لها جوزها رب العالمين. البنت الوحشه اللي بنت عمتها دي حياتها وحياتنا، كل واحد في بيته مشاكل، وفي اللي مكفيه وربنا اعلم بيه. تخليها تتوكل على الله في حياتها وتسيبوها في حالها، ربنا يسترها يا رب. معايا مين؟ اخت ناديه، السلام عليكم. عليكم السلام يا شيخه. ازيك يا حاجه ناديه؟ الله يسلمك يا شيخه منى. اتفضلي. الله يسلمك. الحمد لله. الله يسلمك. الله يسلمك. اتفضلي. بقول لك لو سمحتي معايا حلمين صغيرين. حاضر، بس وطي صوت التلفزيون شويه. اتفضلي. وطي التلفزيون يا محمود. حاضر حاضر. اتفضلي. حاضر. بصي يا شيخه، انا حلمت مره ان انا تحت شجره مانجا، وكل ما الاقي مانجا الاقيها ايه، بايظه. تمام. ثلاث منجات بايظين. تمام. وفي صبيان عايزه تاخدها مني بايظين. تمام. ونفس الوقت حلمت ان بنتي في نفس الحلم ده بتجامعني. تمام. ومعايا حلم تاني لو سمحت. طب استني بقى، قبل الحلم بتاعك انت بتصلي؟ لا. لا، أنا بصلي واقطع، في حاجه بتمنعني عن الصلاه. حاجه بتمنعني عن الصلاه؟ لا، ضعف ايمانك هو اللي بيمنعك عن الصلاه، انت ضعفت الايمان، لان انت طول عمرك بالمنظر ده. انت عمرك ما التزمتي في الصلاه نهائيا. المانجا اللي انت شفتيها وحد بياخدها منك ديت، المانجا اللي انت شفتيها وحد بياخدها منك، الصلوات اللي انت ضيعتيها. صلواتك اللي انت ضيعتها، وبس للاسف ما بتندميش، ما بتزعليش، مشكلتك انك ما بتزعليش، بتقولي وانا اعمل ايه؟ انا كده بقى وكده وكلام من ده، وبتسيبي نفسك زي ما انت ماشيه كده. يعني حتى بتوضى في حاجه تلهيني، يعني تنسيني الصلاه. هي الدنيا يعني الدنيا يا حاجه ناديه، الدنيا ولهو الدنيا لهيكي، لهو الدنيا لهيكي. عارفه ليه؟ بنتك لما تيجي تجامعك، طبعا دي اول مره تجامعك ولا اكتر من مره جامعتك بنتك؟ لا، اول مره. ايوه لهو الدنيا، انت الدنيا واخداكي معاها، واخده ما يعلم بها الا ربنا. الواد والبنت، وعايز اجيب وعايز اودي، وعمي وخالي وابن عمي، والدنيا لهياكي، فانت في صراع عماله بتلفي. ايوه. مفيش مخرج منه تروحي لربنا. ليه؟ لان انت ايمانك ضعيف. يبقى انت ما عندكيش حاجه. اصل انت بتقولي لي ايه، في حاجه بتخليني اقعد؟ لا 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 لا، ابعدوا عن الجن. الجن خلاص واخد راحه دلوقتي، لاننا احنا بننفذه اللي هو عايزه. فدلوقتي اللي مطلوب منك انك هترجعي ربنا، تستغفري ربنا وتصلي. والله بامر الله، لو دلوقتي نويتي النيه لله خالصه من جواكي وصليتي، هتلاقي نفسك مفيش اي حاجه. يبقى العيب عند مين؟ العيب عند الحاجه ناديه. ليه؟ لان ايمانها ضعيف. ليه؟ لان انا الدنيا واخداني، ولو الدنيا خدت حد بتنسيه الاخره، ولو نسيته الاخره بتنسيه ربنا، ولو نسيت ربنا بتنسيه الطاعات كلها في الدنيا. فبالتالي عايزاك دلوقتي تستغفري ربنا، وان شاء الله في احلام ثانيه ارجعي لي ثاني. ما عرفتيش تتواصلي معايا، الخط الساخن موجود. سيبك من حلقتي خالص، روحي صلي دلوقتي واستغفري ربنا وارجعي لربنا بنيتك، مش بان انا بتكلم، هي نيه تكون حاضره معاك ان انت ترجعي لربنا. ليه؟ سيبك من الواد والبنت والعيشه والاكل والشرب، ده كله بيعدي، وده كله بيكبر وبيتجوز، وكله كل واحد بيشيل همه على دماغه. خلي بالك يا حاجه ناديه من نفسك، قومي دلوقتي قبل ما تكلميني المره الثانيه صلي الاول. والله اعلم. مين معايا؟ ام مريم. سلام عليكم يا ام مريم. السلام عليكم. عليكم السلام. اهلا بيكي حبيبتي، نورتيني. ايوه، كل سنه وحضرتك طيبه. وانت طيبه يا حبيبتي، اهلا بيكي. الحمد لله رب العالمين. عايشه عندي بس حلمين بسرعه. احلى حلمين، اتفضلي. ماشي. انا حلمت ان احنا رايحين لاخواتي. تمام. تامر ومحمود. ماشي. ماشي ماشي. انا وحد معايا بس تقريبا اللي معايا دي يعني ماما وعبير. تمام. شكلنا ماشيين في ممر كده او حاجه، يعني تحت الارض زي تربه زي ممر. حاجة غريبة، أنا مش يعني مش متأكدة منها يعني. تمام. في ناس مش كويسة كده يعني، زي شيوخ لابسين جلاليب وحاجات ومعاهم سلاح وماسكين بناتهم ومثبتينهم. تمام.
مثبتينهم بسلاح. اول ما وصلت ما يعني ما وصلت كل اللي معايا خافهم وثبتوهم. تمام. فانا جريت منهم جريت واستخبيت كده، جريت يعني مشيت لاخر الممر واستخبيت. تمام. وفجاه اتبخرت وزي ما اكون اختفيت والناس كلها مش شايفاني وانا موجوده برضه. احمدي ربنا. الحمد لله. وانشغل ان هم يدوروا عليا، وبعد كده يعني انشغل ان هم يدوروا عليا والناس اللي هم مثبتينهم مشيوا. تمام. بس وبعد كده صحيت منه. طب صلى على النبي يا ام مريم عليه الصلاه والسلام. المكان اللي انت معديه منه والشيوخ اللي انت شفتيها وشكلها، ما انت ما ريحكيش، وان هم ماسكين بنات وعايزين يذبحوهم او عايزين يعملوا فيهم اللي يعملوا فيهم، فبيدل على مشايخ ماشيين باسم الدين وبيعملوا فتنه في الارض. ايوه. لان البنات اللي ماسكينهم هي الدنيا، فسبحان الله دول بيبقوا من اعوان الدجال على الارض، بيفتحوا له المجالات وبيفتحوا له الابواب، اللي هم اهنهم اللي بيقول لك انا بعالج بالركه الشرعيه وقلب الحبيب وقلب العمل وقلب الرزق ومش عارفه ايه ومش عارفه ايه ومش عارفه ايه، دولت كتروا جدا صح؟ بس انا كنت رايحين لاخواتي، يعني رايحين لاخواتي وما وصلناش. معرفه بالدنيا، ما معرفه بالدنيا، انت لحد دلوقتي لسه ما فيش حاجه اتعرضت لك زي دي، او ممكن تكوني سمعتي وحبيتي تجربي. دي تعرضك للدنيا، ان هو راح لاخواتك الدنيا، لسه في حاجات لسه هتنكشف لك، يا دخلتي فيها او حد قال لك عليها او هتدخلي عليها، فربنا بعت لك ايه، خلي بالك لان انت اتبخرتي، فمعناتها ان انت مش هتؤمني بحاجه من دي خالص. يعني ممكن واحده تقولي كده الشيخ فلان ده والله ممكن يرجعك انت جوزك ويخليه لك زي الخاتم في صباعك. انت مش ملاك، ممكن تقولي طب ما اجرب صح؟ مش ملاك، ما حدش فينا ملاك، يعني ما حدش فينا ملاك، ممكن يعني سبحان الله حب الفضول فينا اقول ايه طب ما اجرب، حد يطول ان جوزه يبقى زي الخاتم في صباعه، ولكن للاسف بتروحي للايه، للجهل وللجن وللدجل والشيء ان ربنا يغضب عنك فيه، فبلاشه. فربنا يسهل حالي يا ام مريم رب العالمين. ام احمد سلام عليكم يا ام احمد. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا استاذه؟ ام احمد حبيبتي نورتيني. ازيك يا حبيبه قلبي؟ الحمد لله يا حبيبتي. انا عندي حلمين بعد اذنك. اتفضلي. الحلم الاولاني انا في تاتش بيني وبين بنتي كده المتجوزه، ربنا يهدي الحال يا رب. حضرتك حلمت انها عندها ولد صغنن بيرضع، بس الولد ده انا اللي برضعه من صدر اليمين، اللبن ابيض قوي، بس شفتي الدسم اللي هو عامل زي الرايب. تمام. تقيل قوي. تمام. فانا برضعه العيل من كتر اللبن في صدري اليمين، العيل مش عارفه ما بيرضعش، اللبن بقه بيرجعه مراخيره وبقه. فبتقول لي ماله، وبيعيط فبتقول لي ماله، فانا خايفه اللبن، اقول لها اللبن تقيل يتحسد من حوالين الناس اللي قاعده. طب اقول لها بصي انا مش عارفه هو بيعيط ليه، فبديها وشه كده ليها، ففهمت، فحاولت تاني ارضعه، لقيته برضو طف اللبن التقيل اللي هو الزبادي ده، ومش عايز يرضعه من مراخيره ومن بقه. تمام. الحلم الثاني. طب اقول لك ده الاول يا ام احمد. ام احمد والله اعلم طبعا انت شايله همها، ونفسك كنت تنصحها بحاجات وهي تمشي بيها وتاخد بيها، وما تنفذهاش ما تنفذهاش، بس تحطها في دماغها، يعني انت مش حابه ان هي تاخد النصيحه بتاعتك وتنفذها وخلاص تقولها على الملأ، لا تحطها في دماغها، انت فاهمه؟ حابه ان انت تنصحها، ولكن للاسف بنتك لها دماغها ولها رايها وحابه تمشي بدماغها. لما تترضعي العيل وكده فانت عندك هم وحزن من يمه بيتك، واللبن اللي بيرضع من الولد واللبن دسم وابيض، فبدول ان انت بتدعي لها دايما بالهدى، ما انت زعلانه منها على قد ما انت شايفه ان هي دلوقتي اصبحت شبه العدوه ليكي، يعني دايما شايفاك ان انت غلط معايا يا ام احمد. ايوه. فادعي لها ان ربنا يهدي لها حالها، ليه؟ لان هي باصه للحياه غير ما انت ما باصه لها خالص. سيبيها تتعلم، سيبيها تتعلم. عارفه تتعلم ليه؟ لان مهما انت تعلميها انت لك راي وهي لا رايها، هي بنت حياتها على نظره معينه، سيبيها تمشي والدنيا تلخبط فيها ويتلخبط في الدنيا لحد ما تتعلم، لازما الدنيا تلطش فيها ويتلطش في الدنيا. مش بنصيحتك. الحلم الثاني يا استاذه. اتفضلي. الحلم الثاني انها عندها سلسله ذهب، فزي ما تقولي هي مشغوله خايفه عشان تقع منها، فعايزه تلبسها لي وانا مش طايقه منها حاجه في الحلم. تمام. فمش عايزه يعني بقول لها حطيها لبسيها لاي حد غيري. تمام. حطيها ضهري كده، لقيتها راحت ملبسيها لي وبتحكي كده ومعلش يا ماما ومش عارفه ايه، عارفه ان انا مش طايقه اخد منها السلسله ده بتاعتها. تمام. اشيلها لها. تمام. فزي ما تقول انا بصيت في المرايه لقيتها لفه السلسله على رقبتي. تمام. كذا لفه. تمام. فمش عارفه فيها دبلتها، فيها لعبه، فيها دبله وخاتم، مش فاكره. تمام. ايه الحلم ده؟ مش عارف. والله اعلم بتقنعك ان كلامها صح وهتبدا تكلمك بالقران، ولكن انت هتقولي لها عمر ما القران ما بيقول كده، وعمر ما الدين ما بيقول كده، ان انت الكلام اللي انت بتكلميه ده انك تهبي في امك لما امك تيجي تكلمك. فهمتي؟
وان هي تلف السلسله على رقبتك فيها خاتم او دبلة او اي حاجه من ديت، فهي عارفه حاجه. انا مش فاكره فيه ولا ما فيش فيه لعبه ولا ما فيش لعب اي حاجه في السلسله، فهي حياتها وما يشمل في حياتها. السلسله ملفوفه على رقبتي ضيقه، يعني مش السلسله. هي عايزه تقنعك، هي عايزه ترتاح وتقنعك، عشان انت تقولها خلاص يا بنتي انا مسامحاك واعملي انت تعملي، بس في الاخر ما تجيش تشتكي لي. فهمتي يا ام احمد؟ طب في حلم تاني اختها حلمت لها. اتفضلي. بتقول لك حضرتك ان هي ولدت بنت. تمام. فالبنت دي مولوده، بتقول لي يا ماما انا عماله ابوس في بنتها وهي نونه، والبنت دي مولوده بتقول لي حلوه. تمام. فبتقول لي لقيتها ماتت وفاتحه بقها ومكفيناها ومبينه وشها. تمام تمام. فبتقول لي فصعبانه عليا انها ماتت وزعلانه عليها. تمام. واختها الثانيه والده نفس الولاده بنت، بتقول وانا على شط البحر. فبتقول انا بقول لها البنت مالها كده ليه؟ بتقول قالت عيانه. قلت لها حطيها طب تحت السرير، اللي هي اختها الثانيه. تمام. اختها الثانيه برضه زعلانه معاها. تمام. قالت لها حطيها تحت السرير، فبتقول لك البنت اتقلبت قطه، فحطيتها تحت السرير. قالت لها حطيها تحت السرير هتدفى وهتخس. تمام. بتقول فحطيتها تحت السرير. بتقول راحت ايه عيانه، فراحت عامله بيها، بتقول واقفه انا على شط البحر من فوق زي حجره من فوق. فرحت نازله، فبيقول هتغرقي لبنتي دي. قالت لي انا مش هغرق. فراحت عايمه وراحت طالعه تاني. تمام. لكن اختها دي اللي معاها البنت اللي قالت قطه دي وهتخف وبتاع، قالت لها خلاص ايه، راحت مغرقاه. بتقول لها ايه انا هغرقها في البحر. بتقول لها بتغرقيها ليه؟ هتموت. قالت لها مالكيش انت دعوه. وراحت مغرقاها في البحر، راحت حطاها في البحر. تمام وفوق. تمام. بس كده؟ الاثنين. بص يا ام احمد، ادعي لهم الاول ربنا يهدي لهم حالهم. اول حاجه ودوام الحال من المحال. في ايه يعني اللي بيطبطب عليهم النهارده وبيدلع فيهم وبيهشك فيهم النهارده، بكره هيعلمهم التربيه الصحيح. عارفه ليه؟ لان هم جم عليكي وما سمعوش كلامك. معايا ام احمد؟ موضوع البنت اللي هي بنتها اللي هي جابتها وكانت جميله وحلوه وجميله وفي الاخر ماتت وبقها اتفضح وكلام من ده، فهو بيدل على الحياه دلوقتي واخداهم، والدلع والهزار والحب والصهلله بتاعتهم دي واخداهم، وشايفين ان هم صح ودايما يكملوا ان هم صح. هم شايفين بكده ماما تتكلم ما تتكلمش، كده كده هنرضيها باي حاجه. الثانيه اختها برده اللي هي بتاعت القطه اللي بنتها اتحولت لقطه وبتغرقها او بتحطها تحت السرير، فهو بيدل على ان ولادك مش مظبوطين، احوالهم متغيره ومقلوبه. ازاي انت قادره بيهم؟ انا عايزاكي لو تحاولي تكلميهم طبعا بامر الله تكلميهم، لان دول اولادك، مين هيكلمهم وينصحهم غيرك؟ بس بلاش فرض الراي، بلاش تفرض الراي. كل اللي انا طالباه منك قربي لهم، ما تتكلميش معاهم في اي حاجه، وربنا يصلح احوالهم ان شاء الله، وفي الاخر هيرجعوا لك ويبصوا على رجليك، لان انت كانت كلك صح في حاجات كتيره جدا، هم للاسف خدوها ضدك، ودلوقتي الدنيا معاهم بتطبطب عليهم، واحنا هنا معاهم، ده الناس اللي حواليهم اقصد يعني. وبعد كده الله اعلم، ربنا يهدي لهم الحال يا رب العالمين. مش عايزين ان احنا نفول عليهم باي حاجه وحشه، بس عايزه امهم حبيبتهم تدعي لهم بالهدى، ولو جولها او كلموها او انت تكلميهم طبعا، دول عيالك، ربنا يهديكم يا عيال اللي انتوا شايفين اعملوه، وتعزميهم على الغدا وتقعدي معاهم وتبصي لهم في عينهم وتقري لهم دايما القران، لان اولادك خاصه البنت اللي هي بتاعت القطه دي اوضاعها مش مظبوطه عن الثانيه كمان. فربنا يهدي لهم الحال يا رب العالمين يا ام احمد. وشكرا لك يا ام احمد، وعايزه اسمع صوتك دايما وانت طيبه معايا على الهواء. هرجع اخد رساله معايا بتقول بسم الله الرحمن الرحيم. اتنين اللي هي بقى بتجهز للعرس ديت، وان هي عروسه. ملك، سلام عليكم يا ملك. عليكم السلام. اهلا بيكي يا ملك، اتفضلي يا حبيبتي. اهلا بحضرتك. انا اختي حلمت ان هي كانت بتكوي قميص لجوزها. تمام. وبتوري اهله ازاي يعني تكوي له حاجته، عشان هم بيقولوا انت بتكويها حلو قوي كده. تمام. وهي بتكوي الياقه اتكرمشت كده مني، يعني كانت حلقه فاتكرمشت كده. تمام. فراحت هي شالته وقالت ايه ده، انا هبقى اجيب له واحد غيره علشان ما يتضايقش يعني ان قميصه باظ كده. تمام. فراحت مطلعاه تاني تبص عليه، لقيت الياقه محروقه قوي مش متكرمشه بس. تمام. فراحت قالت لا ده انا هقول لاختي تجيب لي واحد وهشوف ماركته ومقاسه ولونه بالظبط واخليها تجيب لي واحد غيره. تمام. فبتبص عليه ثالث مره لقيت القميص كويس ما فيهوش اي حاجه وخلاص، قالت لا ده القميص بقى حلو انا خلاص. ربنا يهدي لها الحال يا ملك يا رب العالمين. عارفه ليه؟ لان القميص اللي بتكويه لجوزها وكلام ده، فواحده مطيعه قدام اهل الزوج وبتريحه وبتحبه ومخلصه له وكويسه ونفسها تريحه. طب اللي هي اتكرمشت، اللي هي على الرقبه، فمعناتها ان نفسها وامنيه حياتها تشتكي لحد من اهله الكبار، الناس العقلاء اللي هي ما شايفاهم اصلا، نفسها تحكي لحد منهم او تشتكي لحد منهم، تقول لهم لو سمحتم ابص رجليكم، ما تخلوش يغلط في حد من اهلي، لان الموضوع ده بيتعبني جدا، خاصه ماما وبابا، لان اللي هي في الرقبه فهي اهل الزوجه، فهو دايما غلط لسانه طويل من نيمة
بيت الاب والام. طب هي هتعمل ايه؟ استبدلته بقميص تاني اللي هي قالت لك هات القميص وكلام من ده، والقميص بقى حلو في الاخر وشكله كويس في الاخر مطلوب اللي هو ده. كلنا ندعي له ان ربنا يهدي له حاله يا رب العالمين ويكفيه شر غرور الدنيا يا رب يا رب. هي ده الدعاء المطلوب. طيب انا كنت حكيت لحضرتك امبارح حلم عنها بس ما كملتوش. اللي هو حبيبتي اتفضلي. اللي هو قلت لحضرتك ان مديره المدرسه راحت لها وكانت معاها خدامه وادتها شوكولاته والكلام ده. الشوكولاته والمدرسه المسيحيين داين؟ اه ايوه اتفضلي. هو في الاخر بتقول لمديره المدرسه بتاعتها ادعي لي ان انا اخلف، فراحت زي ما تكون مديره المدرسه بتاعتها كده تكون عيطت. تمام. ودعت لها وقالت لها بس انت فاضيه لنفسك عشان انت دعوتك مستجابه. بس وراحت وهي ماشيه كده يعني مثل ما ده مشيت لقيت بقى زي ما يكونوا قرايبنا كلهم جايين لها شقتها وكده كانها عامله وليمه كبيره او عزومه كبيره وكل قرايبنا بقى جايين لها العيله كلها. ربنا ينصرها يا رب العالمين ربنا ينصرها. لان انت عارفه ايه اللي هيكسر الزوج وايه اللي هيكسر الام والاب اللي هم الحما، وربنا يكسرهم يا رب العالمين. بس دي عشان تتستر وان هي تكمل حياتها والحمل. اه اول ما هتبقى حامل الدنيا هتتغير تماما حواليها وهيحسوا بقيمتها اكتر واكتر واكتر. وان شاء الله بشرها بالحمل والله بامر الله بنبشرها كلنا والله وكلنا ندعي لها بالحمل. معايا ملك؟ وبص يا ملك بص يا ملك حبيبتي ان شاء الله بامر الله كلميني النهارده على الساعه 10 بالليل. 10؟ انا كلمت حضرتك امبارح ما لقيت مشغول اه مشغول والله يا ملك. ادعيني ربنا يا رب يسهل الحال يا رب العالمين. النهارده على الساعه 10 ان شاء الله يا ملك. عايزه اديكي دعاء جميل جدا تديه لاختك ان شاء الله. امين امين يا رب. طب ممكن اختي تكلم حضرتك؟ طبعا على راسي يا حبيبتي اتفضلي. لحظه. ايوه السلام عليكم. عليكم السلام. اتفضلي يا حبيبتي. انا حلمت قبل كده ان في يعني هو كانت حلم حكيته لحضرتك بس نسيت اقول لحضرتك الحته دي. اتفضلي يا حبيبتي. اللي هو الحلم ان انا قلت لحضرتك ان انا كنت رجعت سائل اصفر وفي كل كياتين وكده. كان في اخر الحلم ده ان في كلاب ماشيه في الشارع كانت بتمسك في ايديا بقها مش بتعضني بس زي ما يكون يعني زي ما يكون حد ماسك في ايديا بس هم بيمسكوا في ايديا بقهم. تمام تمام. وانا خايفه منهم بس بعمل نفسي مش خايفه عشان محدش فيهم يعضني. بس ربنا يكفيكوا شر الشماته. قاعدين عايزين يتفرجوا محطين ايدهم على خدهم وبيتفرجوا عليكم ولكن ربنا كبير. دي شماته. ففي ناس بتبقى فاضيه كده قاعده كده للي رايح واللي جاي عايزه تشمت، ناس تافهه، ناس خايبه، ناس ما بيعرفوش ربنا ولا بيفكروا في الاخره. دولت انا بسميهم ناس مريضه، الناس المريضه دول عايزين ايه؟ ان احنا دايما نقول ربنا يهديكم، ربنا يهديكم، ما نجوش عليهم ليه؟ لانهم مريض، هو المريض حد بيجي عليه فمحتاجين ان احنا نقول ربنا يهديهم يا رب العالمين. شكرا لك جدا يا ملك يا حبيبتي. هسه انا تليفونك ان شاء الله النهارده الساعه 10 بامر الله. هرجع اخد رساله ثانيه اللي هي بقى بسرعه بقى كده اللي هي بتاعه العروسه وبتجهز العرس بتاعها ده. فوالله اعلم يعني بشاره فاجهزي، بشاره فافرحي، بشاره استنظري العريس الجميل اللي انت بتتمنيه والله اعلم. ام ملك سلام عليكم يا ام ملك. ازيك يا دكتوره عامله ايه؟ ام ملك حبيبتي نورتيني. الو ازيك يا دكتوره؟ اهلا بيكي نورتيني. سلام طيبه. وانت طيبه حبيبتي اهلا بيكي اتفضلي. عندي حلمين. قولي الحلمين. حلمنا في اول حلم ان انا في مدرسه. تمام. والمدرسه ديت انا حامل. انت حامل دلوقتي؟ اه. الف مبروك. الله يبارك فيك يا حبيبتي. اتفضل. اه. كملي. في حلمنا ان انا في المدرسه دي والمدرسه اللي علينا بتقول لي اطلعي فوق الدور اللي فوق. تمام. طلعت اخر دور دوت وقلت لها بتقول لي نطي يعني كل البنات بينطوا. انا بقول لها انا مش هعرف انط انا حامل. تمام. بعد كده لقيت مسكت معلش انا اسف في اللفظ مسكت الشوز بتاعها وراحت قعدت تهد زي حيطه كده عشان اعرف اطلع. تمام. البتاع العماره اللي انا كنت فيها وقعت. اللي انت قاعده ساكنه فيها؟ اه. تمام. جريت فكل ما اجري انزل حته تتهد. تمام. بس خرجت ببص على العماره لقيت العماره اللي انا قاعده فيها دلوقتي. انت في الشهر كام يا ام ملك؟ انا في الثامن. الثاني؟ في الثامن. الثامن. ربنا يتمم لك حملك على خير يا رب العالمين. إيه وعرفت انت حامل في ايه؟ ولد. طب يا ام ملك يا جميله مبروكه اهوت. الله يبارك عبال يا رب اختك اللي كانت بتكلمنا قبل كده يا رب العالمين اللهم ربنا يديها. ادعي لها يا ام ملك الله يخليك ان شاء الله ربنا يرزق كل من امين يا رب العالمين يارب. امين يا رب العالمين. طبعا موضوع ان انت بتنطي من مكانك وموضوع الاخت اللي مسكت الجزمه. لا ما كملتش الحلم على فكره. بعد ما نزلت من العماره دي لقيت معايا تيشرت رجالي اسود مبلول. تمام. بس
يعني جيت على التيشيرت المبلول. طيب اسمعي بقى التفسير، صلى على النبي يا ام ملك. ان انت بتنطي واللي ماسكه الجزمه بتدي لك السرعه عشان تعرفي تنطي، والعماره بتاعتك اللي هي بتتهد او ان هي بيحصل فيها اي شيء، ولكن انت ما جرالكيش حاجه. اه. والتيشيرت اللي هو مبلول فهي بيدل بامر الله، بامر الله، بامر الله على تيسير لامورك وسعادتك ان شاء رب العالمين. ولكن عايزاك تحافظي على نفسك، وعايزاكي بقى بعد ما تجيبي الولد الجميل اللي مش عارفه انت هتسميه ايه، اوعي تتغر على الزوج، اوعي تبقى ليكي طلبات كتيره، لان التيشيرت المبلول ده فبيدل على تعثر الزوج وحياه الزوج فيما بعد في الماديات. طب في الماديات من ايه؟ ما هي من ام ملك طلباتها. انت جبتي الولد على عيننا وعلى راسنا، 6000 مبروك، ولكن اياكي والطلبات، واياكي والاوامر، واياكي والشروط، لان العماره اللي بتتهز وانت مشيتي ما جرالكيش حاجه، فمعناتها ان انت يعني ممكن تضغطي على حد حبيبك او قريب منك وانت مش حاسه بيه او انت ما انتش فاهماه. بس فيما بعد معايا ام ملك؟ اه. فربنا ييسر لك امورك يا رب العالمين، وتجيب الولد الجميل ده هوت، وتكوني ام ملك زي ما انت طول عمرك. طب بطبيعتك طول عمرك ما فيش اي حاجه تغيرك. في حلم تاني يا دكتور. قولي امين الاول. اللهم امين. يلا قولي الحلم التاني. حلمنا ان انا كنت اول، بس كنت اول ما حملت يعني. تمام. حلمنا ان مرت عمي منزل لي بوت بني. تمام. بس البوت البني ده السوسته بتاعته في فرد منهم مقطوعه. تمام. بتاعتها. تمام. فانا في دماغي بقول انا هاخده، هي بتقول اللي يجي مقاسه ياخده. تمام. فانا في دماغي بقول انا هاخده واروح اصلحه. تمام. بس حلمي خلص على كده. بصي والله اعلم الجزمه البوت ديت، فوالله اعلم يعني، ومعذره، هو جوزك ابن حلال وشهم وجدع. اه فعلا. شهم جدا وجدع جدا وابن اصول جدا، ومش بيزعلك، ولما تقولوا له حاجه بيعملها رغم ان هو ساعات بيكون متضرر منها، بس بيعملها عشان يراضيكي. ليه؟ لان ترخره بتراضيه كويسه. طب السوسته اللي هي المقطوعه ديت، فواضح ان هو ممكن يكون عصبي في الفتره دي، او عصبي في فتره ما قريبه. اه عصبي جدا. اه فهو عصبي. طب انت ما سالتيش نفسك هو عصبي ليه؟ هو ماله بيعمل كده ليه؟ هو يعني جاي دلوقتي واحنا هنفرحه كلنا يبقى عصبي؟ هو بيتلكك لنا؟ لا هو مش بيتلكك، هي الضغوطات والظروف اقوى منه. معايا؟ اه. فاوعي تيجي عليه. وزي ما قلت لك سبحان الله، الحلم الاولاني اياك والشروط والطلبات بلاش دلوقتي خالص. فهماني؟ وربنا يسهل لك الحال. لا يا دكتور انا مش بشرط ولا بطلب حاجة. لا انا بقول بعد ما الواد يجي الحلو، الواد يجي بقى، ما انت ام الولد، ام الواد، ام الواد دايما بيبقى لها دلع كده. انت ام مش والله عادي، انا ده انا عندي ملك دي في الدنيا يا ستي. ما هو كده بعد ما بيجي الولد انا عندي البت الاولانيه بالدنيا، ما هو دي العاده. ولكن انا بتكلم بعد الولد، اما يجي الولد بالف سلامه اوعي تيجي على جوزك وتتشرطي وتتامري وتتحكمي فيه. مش عايزه شروط خالص، مش عايزه طلبات خالص، عايزه كل حاجه تبقى في المعقول. معايا ام ملك؟ وانت ست اصيله وجميله وان شاء الله هتعملي اللي انا بقول لك عليه. معايا مين؟ ام انس. السلام عليكم. اهلا بيك يا ام انس. ازي حضرتك؟ الحمد لله حبيبتي بخير، اهلا بيكي. ممكن اسالك على حلم يا دكتوره؟ حاضر يا حبيبتي اتفضلي. بصي يا دكتوره انا حلمت ان في حمامه وغراب طايرين في الهواء. حمامه وغراب. اه. وانا وسلفتي، سلفتي عايزه تصيد الغراب بالبندقيه بتاعتها. طيب. مش عارفه تمسكه. تمام. وانا جيت رحت خدت بندقيه كده ورحت مصطاد الحمامه، ورحت مسافه كده يعني مسافه كده بتاع 3 4 متر، واصطدت حمامه ثانيه معاها، وقلت الحمد لله ده بقى ايه موفق مع بعض اهو. جدعه. بس صدته. نعم. جدعه بقول لك جدعه. الحمد لله. وبس سلفتي ما اصطادتش الغراب، وقمت من الحلم على كده. احسن يا شيخه. يا دكتوره انا حلمت حلم. طب استني بقى استني، ما انت بتدخلي أيوة. على طول على الحلم التاني ليه؟ استني. ايوه. قولي لي هو انت وسلفتك عاملين ايه مع بعض؟ والله علاقتنا حلوه الحمد لله. إيه كويسين وصافين مع بعضكم؟ ايوه الحمد لله. في حد تالت معاكم؟ اه احنا الثلاث كده 5000 مع بعض. إيه كلكم الخمسه كويسين مع بعض؟ اه الحمد لله. ما فيش واحده متدينه شويه انتوا متضايقين منها؟ لا انا اللي انت اللي متدينه كده شويه عنهم كلهم. انت اللي متدينه؟ اه الحمد لله. طيب ربنا يهدي لك الحياه يا رب العالمين. افسر بقى الحلم بتاعي وانت شوفيها هيبقى على مين. ماشي. ده انا هنقول لك على الحلم التاني. طب قولي يلا. بصي يا دكتوره ده امبارح انا هو الحلم، انا كنت يعني نايمه نمت مع جوزي كده ومش شطفتش. تمام. نمت كده حلمت يا دكتوره ان السرير بتاعنا مكسور من عند الرجل كده من الناحيه اللي بينام عندها جوزي. تمام. وانا بقول له ليه كده يا احمد؟ انت كسرت السرير وفي جزازه جرافين غرقت الدنيا ليه كده؟ وهو يقول لي انا ادي اسمه ابراهيم، وبقول بص يا ابراهيم
هات نجار يصلح السرير وانا ماشي. تمام. وقمت من النوم على كده مش عارفه الحلم ده خايفه منه. ربنا يصلح لك حالك، لا ما تخافيش، قولي خير ان شاء الله. بص يا ام انس، والله اعلم اللي هي كانت بتصطاد الغراب وما اصطادتهوش في الاخر وكلام ده، فهو واضح ان يعني القعده بتاعتكم بيبقى فيها نم شويه، نم خاصه اللي كانت بتصطاد الغراب دي. يعني التلكيكات هي بتتلكك لحد عاقل، بتتلكك لواحده دايما بتتكلم فيها بتتلكك لها، ودايما صدها بالكلام معايا، دايما صدها بالكلام ودايما حاسه ان هي. يا دكتوره. نعم. بعد اذنك انا هنقول لك حلم ثاني وهنسمعك من التليفون. لا يا ام انس، لا يا ام انس، ده انا بنسى، انا بنسى، استني يا ام انس الله يبارك لك علشان ناخد كل الحلم بتاعه عشان هنتحاسبه في الاخر على التفسيرات. والله بصي اللي هي بتصطاد الغراب ديت واضح ان هي حابه ان يكون لها كلمه، يكون لها شخصيه، مهما تكون غلط حابه ان هي يكون لها شخصيه، ففي حد لما بيجي يتكلم قدامها فدايما بتصده بالكلام ودايما بتفرض رايها على اللي قدامها اللي بيتكلم معاه، اللي هي بتصطاد الغراب معايا. ايوه طب ايوه معاك. دي بقى انت عارفاها وانت ادرى بيها، الله اعلم، انا بحكي لك على الرؤيه بتاعتي. اما انت دي بتصطاد الحمامه، وانت صطت الحمامه وصطت واحده ثانيه كمان، فهو بيدل على واحده متدينه، واحده كويسه. انت قلت انا الوحيده المتدينه، ربنا يبارك في عمرك يا رب العالمين. ايوه فانت فلو في حد متدين ثاني معاكي في البيت وبيخاف من ربنا، فانتوا دايما قريبين من بعضكم، او دايما يعني بتحسوا الباقيين على انهم يخافوا من ربنا في تصرفاتهم وعلى لقمه عيشهم اللي عايشين بقى في البيت، بتحسوها عليها يعني كده حرام، ده احنا كلنا مسؤولين على العيشه دي، لا كده حرام، لا ما ينفعش، ما نطلعش سر بيتنا بره، دايما واحده بتنصح الجميع معايا. اما بقى موضوع أيوة. السرير موضوع السر بقى وجوزك وكده والحاجات اللي بتحصل دي كلها، فمرجوعه ليكي انت، انت في حاجات بتشتكي بقى في جسمك وجعاكي. ام ناس معايا؟ ايوه يا دكتوره معاكي. ايوه في حاجات في جسمك وجعاكي، الله اعلم، يا ظهرك من ورا من تحت يا اما ركبك، الله اعلم. ايوه ظهري وركبي. ايوه الله اعلم، فالحاجات دي وجعاكي، فلما انت جوزك يقول لك هبعت اجيب النجار علشان يصلح لنا وكلام من ده، طب مين هو النجار؟ النجار هنا عندي الدكتور، عندي الراجل اللي بيقول الكلمه الطيبه، عندي لجوء الى الله، فان هو يقول لك هبعت اجيب النجار، فهو عليكي بقراءه القران الكريم كل يوم قبل ما تنام على جسمك، وتمشي بيه كده على جسمك، تمشي ايديك على 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 رجليكي، وهتحاولي تجيبي من ظهرك من تحت مش من فوق، لان الالم عندك من تحت معايا. أيوة. وان شاء الله بامر الله، بامر الله، دي بشره طيبه ان ربنا يشفيك ان شاء الله. هاتي الثالث يلا يا ام انس. ايوه يا دكتوره ممكن حلم ثاني؟ حاضر يا حبيبتي قولي الثالث اتفضل. انا حلمت السنه اللي فاتت. خير ان شاء الله. حلمت انا وسلفتي، بس سلفتي غير دي. تمام. سلفتي الصغيره. تمام. حلمت اني جايه انا وياها من الشارع كده، وراحت شقت السماء وطلع علينا القش. ورحت ندعي انا وهي، دعينا دعينا وروحنا البيت. تمام. كانت هي حامل وانا حامل، هي جابت ولد ومات وانا سقطت. ده في الحلم؟ لا ده في الحقيقه بقى. هي جابت ولد ومات وانا سقطت. تمام. وراحت حملت برضه السنه دي، جابت ولد وتعبت كده فيه والرحم اتفجر ومش عارف ايه وتعبت، وانا حامل وبرضه وانا خايفه برضه من الحلم ده علشان انا كنت انا وياها مع بعض. انت مش متدينه بتقولي؟ الحمد لله. طيب فين بقى المتدينه؟ هو انت ليكي فيهم حاجه؟ نعم. انت ليكي في الحمله حاجه اللي ربنا بيدولك، انت ليكي فيه حاجه؟ لا. بس هو بيبقى امانه معاكي، رب العباد هو حر في عبيده، ياخد ما ياخدش، يدي ما يديش، هو حر، هو عاطي امانه في بطنك، خدها هو حر. فدلوقتي ما تبصيش بقى اصل انا خايفه اصل عشان قبل كده ما حصلش الحمله او سقطت او سلفتي ابنها مات، لا 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 لا، ده كل شيء ده قضاء وقدر، احمد ربنا قول الحمد لله، والدعاء اللي انت كنت بتدعوه كلام من ده فبيدل على ان ربنا يبارك لكم في عمركم في حياتكم لو قلتوا الحمد لله. الحمد لله. بس ممكن حلم تاني يا دكتوره؟ اتفضلي يا ام انس. انا حلمت في رمضان، حلمت ان مرات ابو جوزي هي اسمها نعمه رايحه جايبه لي كوز كده كبير مليان زيت زيتون، خبطت علي ادته لي وردت في ساعتها، زي ايه زيت الزيتون ده؟ اللهم صل على النبي، عليكي بزيت الزيتون لرجلك وظهرك يا ست الكل، يلا العلاج جالنا اهوت. الحمد لله. عليكي بزيت الزيتون على رجلك وعلى ظهرك، وتقراي عليه ما تيسر من القران الكريم، وتدهني بيه رجلك وظهرك، وادعي لنا بقى كلنا ان شاء الله. يا رب الله. الله يبارك في عمرك يا ام انس يا رب، شكرا ليكي جدا يا ام انس، شكرا ليكي نورتيني يا حبيبتي. شكرا. مع السلامه. شكرا مع الف سلامه يا ام انس. هرجع للرسائل تاني. طيب وفاء، سلام عليكم يا وفاء. عليكم السلام يا حبيبه قلبي. حاجه وفاء نورتيني حبيبتي. ده انت اللي نورنا يا حبيبه قلبي عينيا. الله ينور. الله ينور بصيرتك يا رب. انا شفت رؤيتين فيهم رؤيه بتتكرر. خير ان شاء الله. الرؤيه الاولى ان انا بنت اختي تقريبا في سن الثلاثينات. تمام.
لقيتها قاعده على كرسي متحرك وانا بزقها، بزق الكرسي يعني، بس مش في الشقه، في مكان بره يعني. تمام. وبعدين فجاه بصيت لقيت يعني صلت اتقطعت بيها، مش صلت يعني، يعني فجاه مش اختفت يعني، فجاه لقيت نفسي قدام فرن، والفرن دوت لقيت خالي. خالي في الحقيقه كان خالي في الحقيقه ميت. تمام. فبيقول للفران اديني 10. تمام. فانا بصيت للعيش لقيت العيش يعني خرافي، جميل جدا، شكله جميل، طعمه جميل، كل حاجه جميله، وانا عايزه اعيش ومعيش فلوس. فلقيت اختي جنبي فتحت الشنطه بتاعت ايديها، بس قدامها يعني مش من وراها. تمام. فتحت شنطه ايديها وخدت 10 10 جنيه و10 جنيه. تمام. ودخلت جوه الفرن وقلت للفران اديني 10، اديني عيش بكده، ووقفت قدامه مستنيه العيش لما يطلع. الحمد لله. دي الرؤيه الاولى. طب ناخد دي بسرعه يا حاجه وفاء. ايوه حبيبي. قولي لي الماديات عامله ايه معاكي؟ ما يعني ماشيه الحمد لله. بصي انت كنت بنت عز وربنا يا رب يدوم عليك ان شاء الله ويجعلك مستوره الاول. امين يا رب. موضوع البنت اللي هي راكبه العجله وانت بتزقها وكلام من ده، فانت بتنصحي ليه وبتنصحي وبتشجعي اللي حواليك؟ لا اصبري وكلام من ده، هي نصيحه بتنصحيها اللي هي كانت راكبه العجله دي، نصيحه بتنصحيها لعامه الناس اللي حواليكي مش لواحده بس. يعني بصوا الحاجه وفاء، يعني معلش برضو كانت في يوم من الايام ايه وبقت ايه وكده، الظروف دايما على الدنيا كلها دي اللي هي على الكرسي المتحرك. اما موضوع العشرة وانت واقفه قدام الفرن مستنيه عيشك وبتفتحي شنطه اختك وبتطلعي 10 في 10، هو بيدل على حسن الخاتمه، والله اعلم، بتدل على حسن الخاتمه بتاعتك. بسم الله ما شاء الله تكون زي الفل. طب انت لسه ما شفتيش العيش؟ ثانيه بقى. لا استني 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 يا حاجه وفاء، استني، انت لسه ما شفتيش العيش؟ اه انا واقفه منتظره العيش بيخرج من الفرن. عليكي باللجوء لله اكثر من اللازم الفتره اللي جايه دي واللي احنا فيها دي، روحي ربنا يعني وانت كلك خاشعه ليه. ان شاء الله ان شاء الله. اتفضلي. الرؤية الثانية بقى دي اتكررت معايا قبل كده بس دي بطريقة أخرى. حلمت إن أنا في الكعبة. تمام. بس بقى مش الكعبة بصورتها الحالية دي، لا بصورتها أيام زمان، أيام الرسول عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة والسلام. اللي هي عبارة عن طوب مبني. أيوة. مفيش كسوة ولا حاجة ومفيش مباني نهائي، أي زي أيام السيدة هاجر كده. تمام. مفيش خالص أي مباني ولا أي حاجة. وفي أرض منخفضة عن الكعبة، الكعبة أرضها عالية. تمام. صحراء وأرضها عالية. في أرض منخفضة إلى حد ما في تواليتات. تمام. أنا دخلت قضيت حاجتي الاتنين واتشطفت كويس جدا جدا واتوضيت وطلعت من التواليتات. لما طلعت لقيت حد، معرفتش بقى إذا كان ست ولا راجل مش واخدة بالي، حد بيديني قفة، قفة مش غلق. قفة مليانة أنواع كتيرة جدا جدا من البلح والتمور بطريقة مش معقولة. بسم الله ما شاء الله. على الآخر. فأنا شلت الغطا كده وبصيت، فقلت لا أنا عايزة بلح من من البلح اللي كان الرسول عليه الصلاة والسلام بياكله. فلقيت من ضمن الأنواع النوع ده، فعشان كده يعني أخذت القفة مليانة على الآخر واتجهت إلى الكعبة. وطبعا كانت الكعبة زي ما قلت لحضرتك مش بصورتها دلوقتي، الكعبة بصورة زمان. تمام يا حبيبتي. يعني مشيت متجهة ليها. تمام تمام جميل. جميل. طب اسمعيني يا حاجة وفاء، شكرا ليكي جدا وربنا يبارك لك يا رب في الحلم الجميل ده. سبحان الله، انا دلوقتي بلاحظ ان الحلم الاولاني تفسيره بيجيب الحلم الثاني. لما انت تروحي تزوري الكعبة وتشوفها بالصورة القديمة بتاعتها، فهو الدين الاصيل اللي جواكي، انت ست ما عندكش حقد ولا غل من يمة اي حد، الدين الاصيل، الدين الصحيح، الدين السليم جواكي عايشة بيه وماشية بيه، ده الصورة القديمة بتاعت الكعبة. انك تخشي تقضي حاجتك او تتبرزي او تتبولي والحمد لله وتتشطفي بعد كده، فبيدل على قضاء حاجتك في الدنيا، وبيدل على ان انت مش هتتحوج لحد. تطلعي من الحمامات وتشوفي القفة اللي مليانة التمور اللي انت شفتيها وكان نفسك في التمر بتاع سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، فبيدل على ان انت ماشية على سنة الحبيب صلى الله عليه وسلم بالظبط، ومش بتجاملي حد ولا بتنافقي حد في أي شيء. وعايزة أقول لك على حاجة، ربنا يبارك في عمرك يا رب العالمين. الرؤية الأولانية تفسيرها بيقول حسن الخاتمة، والثانية بتدل على إن واحدة بسم الله ما شاء الله ماشية على الدين السليم. ربنا يبارك في عمرك يا حاجة وفاء يا رب العالمين. أم محمد سلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا بك يا أم محمد. جزاك الله خير. الله يبارك فيك يا رب. اتفضلي يا أم محمد. بقول لك يا أختي أنا في هم رؤيتين بس مش أنا اللي شايفاهم. خير إن شاء الله. هي ابني شاف رؤية
ان هو ماشي في وسط ناس كده وبعدين معاه جركلين فاضيين وبعدين دخل بعد رمضان دخل على حته كده لقى في واحده قاعده قال لهم مين ديت؟ قالوا له ده في اتفاقتنا عائشه. تمام. بس وبعدين مشي لقاني انا قدامه انا امه. تمام. قال لي انا ديارك الفاضيه ما معيش قصد النبي صلى الله عليه وسلم ميه. قلت له انا ديارك بتاعتي مليانه انا هسقيه. تمام. ده اول رؤيه. ربنا يا ربنا يكرمهولك الاول ويجعله ولد عطاء لامه والابوه والاهل الناس اللي حواليه. هو باري الحمد لله وكويس. ما انا بقول لك ولد عطاء. بس الميه ديت اللي ديارك بتاعته فاضيه. هو منفق وكويس بس جراك له فاضيه مش عارفه ليه. ولد مبارك عطاء ربنا يبارك فيه ليه وللي حواليه. انت ما فهمتيش الدعوه بتاعتي، افهمي الدعاء اللي بطلعه لك. طب ممكن اصل هم ركنوني كتير، هقول لك على الرؤيه الثانيه وتقولها لي. اتفضلي. بقول لك الرؤيه الثانيه كانت جارتي برضه في عمره وشافت الرؤيه دي لنفس الشخص ده. في المنور بتاع العماره بتاعتنا في تعبان كبير جاي يهجم عليه. على ابنك؟ على ابني. راح هو جاب فاس وراح قطعه نصين. كويس الحمد لله. تاني مره نفس الطريقه شافته برضك كانت ليله وقفه عرفات. تمام. برضك جاي يهجم عليه في نفس المكان راح قسمه نصين. تمام. الواد ده يعني مش عارفه ظروفه. هو عنده كام سنه ابنك؟ لا ماشي في الاربعين اهو. في الاربعين يعني هو متجوز. متجوز؟ قولي لي بقى هقفل وتقولي لي الرؤيتين. طب هو متجوز؟ متجوز؟ ماشي؟ طيب ماشي 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 يا محمد عليكم السلام مع الف سلامه. ان هو ماسك الجراكن وداخل في مكان وشاف السيده عائشه وبعد كده رجع لكم تاني بالجراكن فاضيه وبيقول لكم خد الجراكن فاضيه وانتم بتقولوا له خد انا هملا لك ميه اهي. هو الدعاء الطيب اللي دايما انت بتدعيه لابنك، ابنك عطاء وبر بيكم كويس ولكن معلش الايد ما فيهاش ان هو يدي اكتر واكتر. ربنا يبارك في عمره رب العالمين وبيدل على ان انسان بر بامه وابوه ربنا راضي عنه ان شاء الله. هطلع فاصل يا حاجه ام محمد وارجع لك تاني للحلم بتاعك بتاع التعبين وافهمه لك ان شاء الله وبامر الله خير. فاصل وارجع لكم تاني استنوني. الصحة والجمال سنعود خليك سنعود كل نهار وآخره ليل وساعات الليل نوم وأحلام. الأحلام ممكن تكون مصدر بهجة وسعادة وممكن تكون سبب قلق وحيرة. يا ترى حلمك تعبك ولا مريحك؟ ما تشيلش هم، كل اللي عليك إنك تتصل على الرقم هتلاقي راحة بالك في تفسير أحلامك مع مفسرة الرؤى والأحلام منة الله النجار. في الصحة والجمال عدنا عدنا ليكم هنا عدنا. أعزائي المشاهدين أهلا بكم بعد الفصل. أم محمد بسرعة موضوع التعبان والتعبان اللي ابنك شافه اسمه بالنص والتعبان ده معناته إن هو بيعرف يتغلب على مرضه بيحمد ربنا دايما مش بالشكاية مش من نوع الشكاية لأي حاجة توجعه في جسمه والله أعلم. ما تخافيش من موضوع التعبان، هو ألمه ومرضه وتعبه بيتغلب عليه بلا إله إلا الله. نورة السلام عليكم يا نورة. عليكم السلام ورحمة الله، حياك الله أستاذة منى. الله يبارك عليك. الله يبارك في عمرك يا نورة، نورتينا حبيبتي. الله يبارك فيك. بغيت اسالك عن حلم ممكن؟ حاضر طبعا اتفضلي. بغيت اقول لك في حلمت مره كان بقره سمينه جدا جدا يعني. تمام. وكاني على سرير وهجمت فجاه علي وجامعتني. تمام. فانا خايفه من هذا الحلم، ان شاء الله خير. خير عليك وعلينا كلنا يا رب ان شاء الله. طبعا البقرة السمينة اللي هي جمعتك دي فبدون على سنة سعيدة، سنة سمينة، سنة فيها الخير كله بأمر الله، هتاخدي منها ويفيد منك وتوزعها اللي حواليكي ويا رب يجعلنا كلنا زيك يا رب.
معايا نورة؟ لان خير ان شاء الله. ايه لان انا مش متزوجة وما عندي وظيفة، فان شاء الله خير. انا قلت لك سنة سعيدة، سنة جميلة، سنة سمينة، سنة فيها من الخير كله، هتاخدي منه وتوزعيه على الحبايب بغض النظر متجوزة ولا مش متجوزة، هو خير داخلك هيفيد معاكي وتوزعيه على الحبايب كله بأمر الله. ان شاء الله يا رب. ان شاء الله. الله خير استاذة مني. شكرا لك يا نورة حبيبتي، نورتيني يا نورة، الله يبارك في عمرك يا رب العالمين، وعبالنا كلنا مربوزة يا نورة يا رب ان شاء الله. شكرا لك يا نورة. اخت زينب السلام عليكم. عليكم السلام، ازيك يا استاذ؟ حاجة زينب نورتيني. الله يخليك يا حبيبتي. اتفضلي. انا شفت والدي الله يرحمه وبيقول لي انا خدت لك، انا خدت لك حتة ارض. تمام. وبعدين رحنا مكان نقعد ناكل في، حضرتك تعرف المصيف راس البقر، انا وبابا واخواتي بناكل. تمام. فلقيت قدامنا لفه فيها كده كباب وكفته، فلقيت قليل خبط قطعه واحده وحطيتها في لقمه واكلتها. تمام. وبعدين لقيت نفسي باخد عيش حاجه قدامي لونها ابيض، اخد من العيش واكل 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 وبس. ربنا يطول في عمرك يا رب يا حاجه زينب. الله يخليك. مش عايزاكي تحسبي للدنيا جامد، ما تحسبيش للدنيا جامد، اتركيها شويه من دماغك. معايا؟ ايوه مع حضرتك. مش انت معاكي اولاد؟ ايوه معايا الحمد لله. ربنا يبارك في عمرهم يا رب العالمين، وربنا يديهم الصحه ويجروا ويعملوا. امين. انا موضوع الارض اللي هو انت شايفه ان هو اشتراها لك، والكباب والكفته اللي انت شفتهم وخدت حته صغيره منهم، فهو ده حالك مع ربنا حلو الحمد لله، ولكن بلاش الحسابات الدنيويه، ما تنشغليش بحال الدنيا. ولادك الله يبارك في عمرهم مش عايزين منك غير الدعوه، لكن ما تحسبيش. ايوه اوعي تحسبي وتقولي ده يعمل ايه وده يخلي ايه وده يسوي ايه، يا رب يا عيال شوفوا فلان شوفوا علان وكده، اياكي وحسابات الدنيا فهي غفله. والله انا ما بحسبش للدنيا الحمد لله. ربنا يبارك لك، ما لاولادك مش ليكي، ما انا بقول لك بسم الله ما شاء الله. ايوه ولادي، ايوه انا يعني بدل اولادي كتير. ما هو ده الدعاء اللي انا عايزاه، الدعاء بس اللي انا عايزاه، ما انا انت مش بتحسبي لنفسك خالص، ما انتش عايزه من الدنيا حاجه خلاص. فعلا حقيقي. هو حساباتك هم لاولادك، يبقى انت فعلا دي حقيقي. انت ما كنتش مركزه معايا بقى، انت كنت بتفطري. يبقى حساباتك لاولادك، انا مش عايزاكي تحسبي لهم، اللي انا عايزاه منك حته الكفته الصغنونه اللي انت خدتيها هو الدعاء ده، ان دعائك طيب جدا جدا ودعائك حلو الحمد واللي حواليك بيقولوا لك انت دعوتك بركه وبتجوز. الله يخليك يا حبيبي، فربنا يبارك في عمرك يا رب العالمين. امين. طب حضرتك انا قلت لك على رؤيه في شخص كل ما يفتح جيبه يلاقوا نمل بياكل في حاجه جوه الجيب، الشخص ده مش بيطلع زكاه ماله، معناها ايه؟ ايوه لا مطلوب صدقات تطلع. ايوه مطلوب، سبحان الله، مع ان ربنا مبارك له في حاجات كتير جدا فعلا، ولكن هو بخيل على نفسه وبخيل على ربنا، حق ربنا بخيل عليه. عارفه ليه؟ ليه؟ لانه من النوعيه الجعانه شبع بعد جوع، ربنا يهدي له الحال يا رب. يا رب يهدي. خايف يطلع حاجه ما ترجعش تاني. ايوه. فبالتالي وانت انصحيه قولوا له لازم تطلع ولازم تصرف من الفلوس اللي انت كونتها وجات لك بسم الله ما شاء الله، يعني جات لك من باب الله. فعلا. قولي له طلع لله طلع لله بدل ما تضيعهم كلك مره واحده من غير ما تعرف هم ضاعوا على ايه اصلا. طب يا حبيبتي حلم تاني. اتفضلي. انا كنت صبح يوم رمضان، ليله رمضان، وانا نايمه شفت جنب سريري كرتونه مليانه عيش لاخرها، وعيش جميل قوي بسم الله ما شاء الله. عملت عمره يا حاجه زينب ولا لسه؟ الحمد لله عملت. طب ادعي لنا بقى، لان انت حلوه بصراحه. ربنا يبارك في عمرك. الكرتونه والعيش الكبير ده جدا جدا جدا، فهو بيدل على عمره مقبوله او اتمام عمره بسم الله ما شاء الله، وبيدل على تقبل الاعمال، اعمالك في الدنيا متقبله والله اعلم. الله اعلم. وبيدل على ان انت جلستك وانسك في ريح اي حد بيبقى راحه نفسيه، بيرتاح نفسيا جدا. فعايزين دعوتك بقى يا حاجه زينب ما تنسينيش. ربنا يبارك في عمرك يا حبيبتي. الله يبارك لك يا رب يا حاجه زينب. طب انا شفتي برضو مره دخلت مطبخي لقيت ناس قاعدين بيفصصوا بسله وفي كرومب، فبقول لاختي حماتي بقول لها ايه ازيك يا فلانه، قالت لي لا دي اسمها عطيات. تمام. وبعد كده عطيات دي كان شكلها كده زي ما تقولي لابسه اسمر وشكلها تعبان، هي في الحقيقه ست كبيره وتعبانه. تمام. وقعدت معاهم وانا كده فرحانه عماله افصص في البسله معاهم، ولقيت اختي زوج اسمها امينه قاعده معانا. تمام. طب والكرنب كنت بتعملوا بيه ايه؟ ما هو كان لسه في حاله، بس هو البسله اللي كانت بتتفصص. زي الفل زي الفل، جميل. خلصت كده؟ ايوه حبيبتي. طب بصي يا حبيبتي والله اعلم البسله اللي بتتفرفض دي فهو بيدل على الكلمه اللي فيها اصلاح وكلمه طيبه، انت بتنصحها او بتتنصح، المهم انها بتحصل قدامك وانت قاعده، كلام طيب يرضي ربنا. البسله اللي هي بتتفرفض دي، اما الكرنب اللي انت شفتيه فبيدل على ان في بعض الناس حواليك او ممكن تكون انت محتاجين لما تتكلموا كلمه يبقى فيكم في موقف شويه فيها، يعني تصروا عليها ان هي الكلمه دي لازم تمشي.
يعني ما تتراجعيش فيها او الناس اللي قريبين منك ما يتراجعوش فيها، لا لازم تمشي، لان خلاص بقى ما عادش فيه كسوف في الحق شويه، ما عادش فيه كسوف. ايوه ادي ادي الكرم. اما موضوع عطيات وامينه وكلام من ده فبيدل على عطيه من ربنا عليك وعلى اولادك، وبيدل على راحه بال وامينه. هو الامانه اللي انت بسم الله ما شاء الله ربيتي عيالك وكبرتيهم وما فكرتيش في متعه الدنيا غير متعه الدنيا انك تشوفهم كويسين. الحمد لله دي امينه اللي كانت موجوده والله اعلم. الحمد لله. اخد بقى حلم معلش. عينيا اتفضلي. انا حلمت ان انا قمت من النوم دخلت على الصاله، لقيت الصاله بسم الله ما شاء الله، هي صالتي ما شاء الله كبيره وحلوه متروقه، وفي في الصاله العصافير وانا بحب العصافير ماشيين كده بيتنططوا في الصاله، وفي بيض صغير بتاع العصافير، انا جايبه وعاء وبلم البيض بتاع العصافير اللي في الصاله. تمام. بس هو ده بيتك بقى اللي انت بنيتيه من ساعه ما قلت يا رب هو الاخره، بيتك في الاخره انت بنيتيه الحمد لله. الحمد لله. بالعمل الطيب، بالكلمه الطيبه، بالصلاه، بالعباده، بالاخلاص مع ربنا، بكل شيء طيب في الدنيا يخص الانسان انت بنيتيه وعملتيه لنفسك المكان الواسع والعصافير والبيض اللي انت بتلميه. حسناتك وكلامك وتصرفاتك واحوالك بتلميه بتحصدي في الاخر. يا رب. فبسم الله ما شاء الله، انا مش عارفه اقول لك ايه حلو اكتر من كده. ربنا يبارك لي في عمرك ويجعلني احسن مما قلت. امين يا رب العالمين. يغفر لي ما لا تعلم. امين يا رب العالمين، انت وكل من كان يا رب. امين يا رب العالمين. شكرا لك يا حاجه زينب، الله يبارك في عمرك يا رب، شكرا لك جدا. ما تنسيناش من دعواتك جميعا. ميرفت سلام عليكم. عليكم السلام. اهلا بك يا حبيبتي نورتيني. ربنا يخليك يا دكتوره. انا عندي حلم بعد اذنك. حاضر اتفضلي. انا حلمت ان انا وابن عمتي بنلعب كره في صحراء او في جنينه. تمام. بنحلم يعني حلمت الحلم ده مرتين او ثلاثه. نفس الحلم مرتين او ثلاثه. يا الصحراء يا في الجنينه. فمعايا ساعه فقال لي انا بحب الساعات المقدمه مش المتاخره. بيحب الساعات ايه؟ متقدمه. تمام مش متاخره. مش متاخره. وحلمت تاني. طب استني يا ميرفت استني. كده زعلانه وفي طفل صغير بيملس لي على شعري. طب قولي لي ابن عمتك ولا ابن عمك ده في حاجه ربطاكم ببعض؟ يعني في كلام. كلام. سمعت كلام عنه يعني. بتتكلموا مع بعض دايما في الموبايل؟ على الموبايل بتتكلموا مع بعض؟ لا. دايما؟ لا. تتكلموش خالص؟ لا مش بنتكلم خالص. شاطره مؤدبه وجميله. افسر الحلم بتاعي بقى ماشي؟ ماشي. الكوره اللي انتوا بتلعبوا فيها دايما في الملعب او في الصحراء ودايما بتشوف الحلم ده بيتكرر معاك، فواضح ان في تصرفات او في حاجات ما بينكم من بعضكم مش حلوه مش مظبوطه، نبعد عنها. مش حلوه مش مظبوطه، نبعد عنها تماما 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 لحد ما ربنا يريد والنصيب يجمعك انت وهو على خير ان شاء الله. ايا كان ايه نوعها. انا قلت تليفونات ليه؟ انا ببسط الامور، انت قلت لا مفيش تليفونات، على عيني وعلى راسي، يبقى انا ابعد عن اي شيء يكون فيه شبهه، حاجه مش حلوه، لان اللعب بالكره فهو تسالي وتضييع وقت على الفاضي، والصحراء معناتها ان احنا ساعات بننسى ربنا انا وهو كده وبنتكلم في حاجات، او ان انا بشوفه او في نظرات دايما انا وهو، النظرات دي بتبقى نظرات شيطانيه شويه. معايا؟ معي. طيب يبقى انا هستغفر ربنا واقول الحمد لله واتبه للي جاي، انا هتبه للي جاي. خلاص؟ وعايزه اللي جاي بقى ايه يكون جد مع ميرفت مش معاه هو، يكون جد معاكي انت، واللي عاوزني يخبط على بابي، وبعد ما يخبط على بابي يقعد مع اهلي واللي شاريني هياخدني، صح؟ مش عايزه اللعب بقى اللي فوق على الفاضي والمليانه اللي هو بره البيت ده، مش عاوزاه والله اعلم. قلت لي الحلم الثاني ايه؟ برضه يعني بحلم ان هو برضه بنركب عجل، بس انا في الحقيقه ما بركبش عجل خالص. اركبي عجل كويس ماشي، تتكابش العجل وانت وهو بتركبوا العجله. مستعجلين ان انتوا تشوفوا بعضكم وتتقابلوا مع بعضكم بره، مستعجلين، في استعجال عنده ان هو يقابلك، عايز يقعد معاك على انفراد. طيب هو كده لا انت وحش مش هيحصل الموضوع ده طبعا، صح؟ صح. قولوا له لا مش هينفع مش هقابلك، لا ما ينفعش عشان ربنا ما قالش كده. انت نفسك وعايزه تطلعوا تقعدوا تقابليه وتقعدوا تتكلمي معاه، ولكن انت خايفه، بس مش خايفه من ربنا، خايفه من الاهل. فاهمه؟ بس انا يعني هو مش هنا، هو مسافر. وماله لما يجي؟ لما كان هنا اي حاجه، انا بتكلم على وجوده. فاهماني؟ فربنا يسح الحال يا رب العالمين، وقولي يا رب لو خير قدمه لي، شر ابعده عني يا رب العالمين. طب انا عندي حلم تاني يعني. قولي يا مريم. بس المنطي. قولي يا حبيبتي. انا امي حلمت بالسيده مريم. تمام. وزي ما تكون كده يعني زي ما بنشوفها في الصور بس لابسه ابيض. تمام. وادتها طفل صغير كان يعني هي كانت نايمه على السرير، والطفل ده كان بيلعب في جنبها. تمام. وحلمي التاني ان زي ما يكون نور ابيض زي ما يكون سيدنا محمد كده، وشافت مكه كلها، لفت مع مكه كلها والمدينه. تمام. فيعني معناه ايه الحلم؟ هو والدك عايش؟
نعم. والدك عايش؟ ايوه عايش. ربنا يطول في عمره يا رب. بصي والله اعلم والدتك انسانه صبوره، والدتك صبوره قابلها كتير جدا من المتاعب، حمدت ربنا عليها وما واجهتش حد ولا عملت مشاكل مع حد. انا مش بتكلم عليكي، بتكلم على والدتك. ايوه صبوره وانسانه محترمه وانسانه مخلصه مع ربنا وبتدعي لعيالها ونفسها تفرح، هي نفسها تفرح رؤيه السيده مريم. اما موضوع ان هي مع رسول عليه الصلاه والسلام وبتروح معاه مكه او المدينه او بتمشي معاه في اي مكان، فبدل على ان الحمد لله انسانه بينها وبين ربنا عمار. ولكن هي متعلمه؟ لا. والدتك متعلمه؟ لا. ربنا يبارك في عمرها يا رب. ما هو ديت العمار اللي بينها وبين ربنا، لان هي اميه بطبعها، ولكن سبحان الله سبحان الله ربنا متقبل كل كلمه وكل حرف هي بتطلعه. مع ان ساعات بتتلخبط في الدعوات، يعني ساعات بتتلخبط في الدعوات، ولكن متقبله المولى عز وجل ان شاء الله. ان شاء الله. شكرا لك يا ميرفت يا جميله، والمره الجايه اتصلي بي اقول لها انا اتخطبت الحمد لله. طب الحلم اللي انا بتاع الطفل الصغير ده يعني ممكن تفسره لي؟ لا هي ست ما قابلتش الاسيه بالاسيه. الطفل اللي بيلعب في جنبها دي ست طول عمرها يعني كافيه خيرها شرها. يعني اللي بيرد لها المشكله او ان هو بيتعبها او بيظلمها دايما بترد بالهدوء وبالراحه وبالسلم. معايا؟ معاك. هي والدتك طبعا صفاتها حلوه. يا مسهل. يا مسهل. كانت عايزه هي بقى تبقى ميرفت هي الحلم ده، ما كانتش عايزاه لوالدتها. ماشي يا ميرفت، شكرا يا ميرفت، نورتيني. شكرا. مها السلام عليكم يا مها. وعليكم السلام. ازيك يا دكتوره منى؟ مها حبيبتي نورتيني، اهلا بيكي. اهلا. اقول لك انا عندي ثلاث احلام. على بركة الله، اتفضلي يا مها. هلم بسرعة. أول حلم اللي هو حلمت إن بنت خالتي بتقولي يعني خدي معجون السن ده، معجون السن أهو، حطيه على شعرك ويبقى حلو. على شعرك وهيبقى حلو؟ أه. وأقول لها لحظة إيه؟ طيب استني بس، يعني بنت خالتك بتقولي خدي معجون السن وحطيه على شعرك. أه. طب ده تجميل، هي عايزاكي تتجملي زيادة عن اللزوم بس بالكذب، يعني تتجملي بالكذب لمين؟ انت بتقولك اتجملي بالكذب، اتجملي بالكذب يعني اصنعي حاجات فيكي وهي مش فيكي اصلا. لمين؟ لمين؟ ايه انت بتفتكري لمين؟ مش عارفه ولا انا عارفه. هي اصلا مش جنبي يعني، هي انا في بلد وهي في بلد. يا حبيبتي انا بقولك على الحته بتاعت الرؤيه فيها حاجات انت المفروض تتجملي فيها بس بالكذب. لا عادي. انت مش بتتجملي بالكذب خالص؟ لا يعني ازاي اكدب يعني؟ لا مش تكدبي، يعني مثلا انت ممكن تتكلمي كلام حلو وتنصحي وتعملي وانت مش كده اصلا خالص، انت عكس كده. وزي اللي بيحطوا مكياجات وحاجات دي بيبقى شكلهم وحش وبعد كده بيتجملوا للاجمل وكده، ولحد مثلا في حاجات في دماغهم يعملوها وبعد كده يغسلوا المكياج، ما ده اسمه تجميل. فاهمه؟ هو التجميل في لسانك او في تصرفاتك وكده، وهي دي مش طبيعتك. فخليك على طبيعتك، خليك على طبيعتك. لا عادي. لا ده انت تايهه مني يا مها. طيب طب هات الحلم التاني يا مها. حلمت قبل كده احنا ثلاث بنات في عماره واحده قد بعض. حلمت ان احنا الثلاثه في سفينه. تمام. سفينه في البحر. فالبنت في واحده اسمها ساره دي في فندقيه. تمام. انا وياسمين في ثانوي. فحلمت ان هي صابت السفينه يعني جايه رحله يعني احنا جايين معاها يعني ضيوف بس. فاتبسطنا يعني وكده وماشيين نقول يا خساره يا ساره كان نفسي اقعد معاكي بس معلش بقى اوكي. تمام. بس هو انتوا في سن زواج؟ لا انا يعني في ثالثه ثانوي. ما انتش بتفكري في الجواز جدعه، مع اني اشك. اما اخد الحلم بس الاول، موضوع ان انتوا في السفينه وكده فهي بيدل على النجاه ان شاء الله من فتن الدنيا. امال مين ساره؟ ساره هي البشاره والفرحه، يعني في حد عايز يفرح، في حد عايز يتجوز، في حد نفسه يتخطب. واحنا الثلاثه يعني. طب شفتي بقى رجعت في كلامك ازاي؟ طب اخواتك بقى مش انت؟ يلا ها، يبقى اخواتك هيتخطبوا ان شاء الله وانت كمان. قولي يا مها اتفضلي. حلمت ان ام في المطبخ وبتعمل سمك. بتشوي سمك، فبتقول لي خدي السمكه دي، قلت لها لا راح اديتها لابويا. ادي خدي السمكه دي، لا اديتها لكل بس ممكن خمسه واحنا سته اصلا. تمام. كان مفترض عليا انا الاول فما رضاش فتديهم بس. هي السمكه فيها يعني. ما هي السمكه اللي الكل بيتفرج عليها دي، هي الشبكه. شبكه بتاعت واحده فيكم هتتوزع على الحبايب يتفرجوا عليها. هتتوزع على ايه؟ على الحبايب يتفرجوا عليها، نشوفوا جاب كام غويشه، جاب كام خاتم، سلسله كده. دي اللي هي الشبكه بتتوزع على الحبايب يتفرجوا عليها. شبكتي انا؟ شبكتك انت ايه؟ ما انت كنت في ثالثه ثانوي. مها بدات ترجع للجواز تاني. لا مش انت يا مها. يبقى حد تاني في البيت. ايه؟ شبكه مين؟ حد من اللي في البيت، اي حد في البيت. انا اخويا خاطب. ايه بنت يا مها. مبروك يا مها.
ربنا يسترك يا مها يا حبيبتي يا رب. شكرا يا مها. شكرا. ماشي يا مها، ضحكت عليا في الاول وفي الاخر بتفكري في الجواز يا مها. ماشي يا مها، ربنا يسترك يا مها يا رب. هاخد رساله معايا بتقول بسم الله الرحمن الرحيم. طيب ام محمد، سلام عليكم يا ام محمد. عليكم السلام ورحمه الله. ازيك يا استاذه منى، عامله ايه؟ اهلا بيكي يا حبيبتي، نورتيني. نعم، وانت طيبه. وانت طيبه، واهلا بيكي. اهلا بيكي. بقول لحضرتك، انا بنتي المتجوزه حلمت ان اللي انا وهي روح انا وسلفتي وبنتها رحنا عندها، وسلفتي بتديها فلوس. قالت لا لا لا، اما يجي عيد ميلاد ابني. بس بنت سلفتي حامل على اخرها في واد ومش قادره تمشي. ده هو الحلم ده. هو ده بجد ولا في الحلم ان هي حامل في واد؟ ده في الحلم. وهي ما رضتش تاخد الفلوس؟ وانت كنت واقفه معاها وهما بيدوا الفلوس؟ طيب الفلوس اللي هي كانت بتاخدها ده، فهو بيدل على تاويل كلام، كلام حد هيقول ان هي قالت كلام والكلام ده ما طلعش منها، كلام يزعل. وانت هتشهد ان هي ما كانتش تقصد في الكلام، او هتحاول تحل الموضوع. واللي هي بنتها اللي هي حامل في ولد على اخرها ده، فهو هم عند الام او عند البنت. هم المشكله، فهي محتاجه لو انت خدت بالك من المشكله ادخلي فيها وتصلحي المشكله، او تم الصلح ما بين الاطراف اللي هي متخاصمه مع بعضها. والله اعلم. اتفضلي يا محمد. حلمت برضك ان هي جوزها في الاوضه، اوضه النوم، وماسك بنت وقعد يلاعبها، وهي كانت واقفه في الشارع، فبص وهي ايه وهو بيلاعبها من الايه من ازاز الشباك، فطلعت ما لقتش البنت معاه، فبتقول له انا جعانه. قال لها لا، ننام الاول وبعد كده ايه اجيب لك الاكل. راح قالت له لا انا عايزه ايه اكل قبل ما انام. قال لها لا لا، بس ننام الاول وبعد كده. المهم صحيت لقت ايه جايب لها اكل ايه ويعني حاجات كتيره، فلقت بنت خالتها جت، فبقت تحط لها الاكل وتقول لها كل اللي كل. اللي هي بنتك دي؟ اللي هي بنتك؟ نفس بنتي برضه. ربنا يفركها عليا يا رب العالمين. بصي، موضوع ان هو بيلاعب بنت صغيره، فمعناتها واحد بيجاهد في الدنيا وعايز يعمل حاجه في الدنيا ونفسه ينتهي منها. واحد بيدور في دماغه مشروع بيت، يعمل اي حاجه تخص المستقبل، ان هو يقول لبنتك بنتك تكون جعانه ويقول لها بس اصبري بس يعني ناموا وناكلوا بعد كده، ويصحى ويجيبوا اكل وكلام من ده. فهو معناتها النوم يعني اصبري، هو الصبر. الصبر على ايه؟ يعني قله ما فيش دلوقتي، او ان هو مش بيصرف او مش بيعمل حاجه دلوقتي، فهو شايل لبكره. والاكل اللي هي صحت من النوم لقيته، فهو هيوريها خير الدنيا ان شاء الله بامر الله، وهيفيد منهم كمان ويطلعوا صدقات كتير جدا. ولكن على ان هي تصبر على جوزها وتدعي له ان شاء الله يا ام محمد. شكرا ليكي جدا يا محمد. فاصل سريع جدا وراجع لكم تاني ان شاء الله. في الصحة والجمال سنعود، خليك سنعود كل نهار واخره ليل، وساعات الليل نوم وأحلام. الأحلام ممكن تكون مصدر بهجة وسعادة، وممكن تكون سبب قلق وحيرة. يا ترى حلمك تعبك ولا مريحك؟ ما تشيلش هم، كل اللي عليك إنك تتصل على الرقم، هتلاقي راحة بالك في تفسير أحلامك مع مفسرة الرؤى والأحلام منة الله النجار. في الصحة والجمال عدنا ليكم هنا. عدنا. أعزائي المشاهدين، أهلا بكم بعد الفاصل. معايا سارة. سلام عليكم يا سارة. عليكم السلام، ازي حضرتك؟ ازيك يا حبيبتي، عامله ايه يا ساره؟ الحمد لله. اتفضلي يا حبيبتي. انا عندي بس مشاكل يعني كتيره، وبحلم باحلام وحشه كتيره قوي. اول حلم حلمته من كام يوم، ان انا اصلا سبت الشقه بتاعتي وجيت قعدت عند والدتي عشان جوزي مسافر. حلمت ان انا رحتها وجبت منها حاجات، وفي شنطه كنت هاخدها، هو قال لي خديها، ورحت قلت له حاجه اخدها بعد كده، قال لي لا خديها عشان ما تدخليش الشقه تاني. انا قلت مش هدخل الشقه تاني عشان اهله كانوا عاملين معايا مشاكل وكده ومبهدليني، قلت يعني بعد ما هو يمشي انا مش هرجعها تاني ده في الحلم ده؟ هو انت سبتيها دلوقتي؟ ايه؟ سبت شقتك دلوقتي؟ سايباها. ده بناء على المشاكل بتاعت الاهل يعني؟
سبتها عشان انا ايه ما حدش يبهدلني وهو مسافر وقاعد عند اهلي. طيب تمام. بصي، هو الحلم بتاعك ده والله اعلم يعني بيديني حل واحد بس، بيدل على ان هو جوزك باقي عليك وبيحبك، ماشي؟ ولكن ما عندوش الجرأة ان هو يواجه حد دلوقتي خالص، او ان هو يوقف كل واحد عند حده دلوقتي خالص. فهو يعني بيحاول على قد ما يقدر يبعد عن المشاكل خالص لحد ما يستقل مع نفسه ومعاكي في مكان بعيد، فاصبر عليه. في حلم بيكرر معايا 3 مرات، اللي انا كل ما بحلم الحلم ده لحد بيجري ورايا وبيدور عليا. يعني مرة حلمت ان انا في مكان كده كبير عامل زي الحروب، وفي قطر قديم وفي واحد كبير بخبيه عشان محدش يجي ايه يضربه ويموته، لو كانوا شافونا كانوا هيموتونا. تمام. ومرة حلمت برضو ان انا ايه ناس بتجري ورايا كانوا قابضين على واحد من الشرطة، وقابضين على واحد وعايزين ياخدوني انا كمان، وقعدوا يدوروا عليا وقعدت اجري 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 لغاية ما في الاخر مسكوني. مسكوكي؟ طب بصي يا ساره، صلي على النبي يا ساره. انت مؤدبه جدا وبنت ناس ومحترمه الحمد لله. ان هما دايما بيجروا وراكي مش بيتركوا، مره بيجروا وراكي وبيمسكوكي وكلام من ده، فهو بيدل على حد بيتلكك لك وعايز يمسك عليكي غلطه، الغلطه دي هد بها بيتك. مره انت بتدي الفرصه والمره الثانيه بتتعصبي ولكن ما بتغلطيش. ولكن خلي بالك من الفترات اللي جايه، لان في حد عايز يمسك عليكي غلطه وربنا ما يكتبها يا رب العالمين، وحد يمسك عليكي حاجه ولكن هيمسكوا عليكي غلطه، ولكن مش هتكون الغلطه اللي هي تهد البيت تماما زي ما هم مفكرين، ولكن اللي هي ممكن يعملوا بيها المشكله. فخلي بالك جدا جدا من تصرفاتك الفتره اللي جايه دي، خاصه ان جوزك مش موجود في البلد. خلي بالك جدا 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 وراقب جميع تصرفاتك. طب هو اصلا كانت برضه حلمت بالقطط قبل كده، اللي في قطه حبشتني، ومره حلمت في اوضه عندي اللي هي فيها قطط كتير، في اوضه قطه بيضه مربوطه وفي قطه تانية بحط لهم اكل، في قطه فيهم قعدت تشد فيا، رحت شديها ورحت خارجه من البيت. بصي والله اعلم طبعا، لو انت الرؤيه دلوقتي او الحلم بتاعك كنت بتحكي انت مفكره ان بيكي حاجه، ولكن القطط اللي بتشد فيك والكلام ده فهم نساء، ستات. ما انتش عاجباهم، مش انت اللي كنت على هواهم. الستات اللي بينبشوا فيك وبيتكلموا عليك وكلام من ده، انت مش على هواهم خالص ولا مريحاهم ولا مرتاحين هم من وجودك في وسطيهم، فبالتالي بيتكلموا عليك وبيحاولوا يتعبوكي. ما هم كده فعلا. فانت اضرب نفسك وبحن نفسك وخلي عندك ثقه بنفسك، واول حاجه وتاني حاجه وتالت حاجه خلي بالك من تصرفاتك كلها الفتره دي. هو اصلا كان في اخت يعني قالت لنا اللي هو اخته، كانت هي اصلا اخته تروح لعرافه وكده. تمام. وكانت ازيانه قبل كده، اللي هو كانت ازيان اللي هو لقيت عليه اللي هو مسحور وكده وتعالج منه بعد كده بعد المشاكل دي. كانت عامله لاخوها يعني؟ كانت عامله لاخوها؟ وبعد المشاكل دي الاخت دي قالت ده هي معمول له عمل زي عمل طفل كده، خدت حاجه من هدومه وعملته له وعملتها له، وكمان خدت حاجه من هدومك انت كمان، بس هدومك انت رجعت لك تاني. طلع هي فعلا كانت واخده مني حاجه ورجعتها لي تاني لما انا طلبتها. بصي والله اعلم، انا بقول لك موضوع القطط ده قلت لك انت اكيد دماغك هتروح لحاجه ثانيه، ولكن لا مالكيش انت، مفيش حد عامل لك اي حاجه خالص انت خالص، ولكن جوزك انت ما قلتيش على اي حاجه تخص جوزك، والله اعلم ممكن تكون واخده. انا من ساعه ما رحت الشقه في نجيب حاجات اللي انا فيه فتره بعد ما سافر بفتره شهر كده، رحت في الشقه في نجيب حاجات من بعدها، واحنا في خلافات جامده جدا ومش مرتاحين خالص. طب صلي صلاه استخاره على حالك. حتى هو بيتلكك لي على اي حاجه. لا صلي صلاه. موضوع الحمل ده هم برضو كانوا عايروني بيه كده، يعني انا بيحصل معايا حمل بس بس. طب بصي يا ساره، صلي صلاه استخاره على حالك. على حالك اللي انت فيه، قولي يا رب هم عاملين لي ولا لا، في حاجه معموله لي ولا لا. لان مش واضح عشان ما نظلمش حد، هم وحشين وبيهم ولكن مش واضح، الله اعلم. يبقى انت تصلي صلاه الاستخاره، شوف الناس دي عامله لك حاجه ولا لا، او شوف ربنا يوري لك ان شاء الله، اتصلي بيه اعرفه لي، ولو في اي حاجه بامر الله هتواصل معاكي وهنعرف ازاي نحل الموضوع بامر المولى عز وجل ان شاء الله. ان شاء الله يا ساره حبيبتي، خلي بالك من نفسك يا ساره. شكرا لك جدا يا ساره، شكرا لك حبيبتي. هرجع اخد رساله معايا بتقول بسم الله الرحمن الرحيم. اريد تفسير هذا الحلم لانني قد رايته اكثر من مره، وهو رايت زوجي يتزوج عليا من امراه اخرى وامه معه في الزفاف، وهو يقول انها لمصلحتك، يعني هو بيتجوز على واحده ثانيه وبيقول لها انه لمصلحتك.
والله اعلم. عايزه اقول لك على حاجه، الموضوع هنا مش موضوع ان هو يتجوز واحده او معاها مال او اي حاجه وبيقول لك لمصلحتك عشان يعمل ما يعمل من وراها حاجه، لا، الموضوع هنا موضوع ان هو بيصبر على امه، بيصبر على اهله، بيصبر على اخواته، بيصبر على اي هم ومشكله. هرجع لك بعد مروه. السلام عليكم يا مروه. مروه. عليكم السلام. اهلا بك يا مروه، اتفضلي. لو سمحت انا عندي حلم كنت عايزه احكيه لك. احكي يا مروه، اتفضلي. انا دلوقتي حلمت انا في الاساس مخطوبه. الف مبروك، اتفضلي. الله يبارك فيك. انا حلمت ان شفت، حبيت واحد تاني يعني غير خطيبي. حبيت واحد تاني غير خطيبك في الحلم؟ جدع، ماشي. وبعدين يعني هو كان طالع، يعني كان هو نفس شكل خطيبي. تمام. وكان نفس الاسم برضه، كان اسم محمد برضه. تمام. بس فانا قلت له خلاص انا سبت خطيبي الاولاني ومش هرجع له تاني وخلاص. تمام. فهو قعد ياكد عليا، قال لي ما ترجعلوش تاني. ويقول لك يعني انت سبتيه ولا لا او كلام من ده. تمام. فقلت له خلاص انا سبته يوم 17/9 ومش هرجع له تاني. تمام. والتاريخ اللي هو 17/9 ده قعدت اقوله له كذا مره. تمام. بس فلقيت خطيبي داخل عليا، كان لابس تيشيرت اسود كده. فكان جاي يصالحني يعني هو ومامته وباباه. تمام. مامته وباباه كانوا اتنين يعني غير اللي اعرفهم خالص برضو. مش هما. برضو يعني. فبعدين اللي انا عرفت التاني ده على خطيبي قال لي ما ترجعلوش تاني. وانا رايحه اصلي الظهر وجاي. هو رايح يصلي الظهر يعني. اللي انا عرفته على خطيبي ده. وماله؟ قال لي تيجي معايا. قلت له لا انا هصلي هنا في البيت عشان ما ممكن ما لقيتش حد يصلي معايا هناك في الجامعه يعني. تمام. بس طب قولي لي يا مروه. نعم. انت حاسه ان انت من جواكي حبك او اهتمامك بخطيبك قل شويه؟ لا خالص، بالعكس. كويسه معاه؟ مهتميه بيه جدا؟ مش شايفه غيره؟ لا مش شايفه حد خالص. احسن يعني، انت ما بتشوفيش خالص غيره؟ احسن. طيب لا. طيب تيجي نفسر الرؤيه بتاعتنا؟ نعم. تيجي نفسر الرؤيه بتاعتنا، نفسرها؟ ماشي. يلا خليكي معايا. وطي صوت التلفزيون وخليكي معايا يا مروه. خلاص ماشي. مروه والله اعلم ان هو يجي لك شبيه خطيبك ويقول لك سيبيه، او انت هتسيبيه، او يسكن لك شهر انك تسيبه الشهر ده الشهر الجاي. واللي يجي لك اهل شبه اهله وبرضه يقول لك رايح اصلي الدور وانت تصلي هنا وكلامي ده، فهو بيدل على عشق من الجن، عشق من الجن، عشق. العشق ده دخلك. طب هو هيعمل لك ايه؟ هيغيرك من يامة خطيبك تماما. هيخليكي دايما تتقلي عليه. دايما تبقي متضايقه من وجوده معاكي. هيبقى ليكي تصرفات مش مظبوطه خالص معاه، مش تصرفاتك انت. ركزي معايا. مروه معايا؟ ماشي. تروحي فين؟ صحصحي. معاك. ايوه كده، علي صوتك، خليكي جدعه. الحاجات دي كلها لو ظهرت فيك الاعراض دي وحصلت لك، ما انا بقول لك انت عامله ايه معاه؟ حباه ولا مش حباه زي الاول؟ رغبه ولا مش رغبه؟ مرتاحه له ولا لا؟ الحاجات دي لحد دلوقتي كلها موجوده الحمد لله والشكر لله رب العالمين. اصبح ان الامر ده انت لسه شايفاه جديد، الحلم ده لسه قريب. فدلوقتي المطلوب منك طبعا، انت بتصلي؟ يعني بس مش منتظمه قوي. يعني ناويه تنتظمي ولا ناويه تاخدي كده بقيه عمرك؟ ها؟ لا ان شاء الله طبعا. يبقى النهارده بامر الله، صح؟ ان شاء الله. لان في حاجه عايزه تتمكن مني، تبوظ لي حياتي، تخرب لي حياتي، ما تخليش حد يحبني ولا انا احب حد، اللي هو الجن اللي عايز يدخل لك هو واهله. ركزي، مش وتنامي، ركزي. مش بتكلم كلام من على الهوا او على الفاضي. يكرمونا يعني انا وجيراني او حد من اصحابي يعني. فراجل قال ما ينفعش تركبه، فنزلنا. انا مش فاكره برضو انا نزلت منها ولا لا، بس هو راجل ما رضاش اللي احنا نركب فيها يعني. بس يا استاذه من الناس، ما حضرتك من التلفزيون. لا استني، هو انت معاكي صبيان؟ انا معايا 2 صبيان. ربنا يخليهم لك ويطرح لك فيهم البركه يا رب. خلاص يا ام مهدير، شكرا لك يا ام مهدير يا حبيبتي. انك لابسه فستان وراحه الكوافير عشان تتمكيجي، فبيدل على تيسير احوالك والواحده اللي بتحاول تتجمل للاحسن قدام الاخرين، ده معروف على طول. طب اللي هو الصندر البامبا، فالبامبا هنا عندي هو البنوته، انت معاكي هدير الحمد لله ربنا يبارك لك في عمرها. بتقول لك ما ينفعش انك تلبسي الصندر ده وتلبسي صندر تاني. قلت لك معاكي صبيان، معايا صبيان الحمد لله. فهو الامر راجع بقى للزوج، فبيدل على ان ربنا يهدي لك زوجك يا رب العالمين، لان نوع الصندر التاني او اختلاف في اللون مع اول مره بيدل على عطيه الولد او بيدل على هدى الزوج. يبقى انا عندي هنا هدى الزوج، ربنا يصلح لك حاله وحالك يا رب. طب موضوع ان انتوا كلكم تطلعوا عشان تتكرموا انت وجيرانك، فهو معناتها الست المحترمه الاصيله
الهاديه المتمكنه من طبعها واسلوبها، ومش بتطلع صوتها بره بيتها، مش بتطلع صوتها بره بيتها، دايما بتبقى صوتها هادي مهما تكون المشكله، مش بتطلعها بره بيتها خالص، او بتعلي صوتها تخلي الجيران يسمعوا. هو ده التكريم اللي انت رحتي انت وجيرانك والله اعلم. فعشان كده انت ست هاديه وصوتك جميل وهادي، وبتعرفي تمسكي نفسك في جميع المشاكل الحمد لله، وربنا ما يكتب عليك اي مشكله يا ام هدير. والله اعلم. هرجع تاني بقى للست دي بسرعه عشان اخلص هاليه بتاعه المصلحه ديت اللي هي جوزها ايه بيتجوز عليها. زي ما قلت لك هو مش ضعيف، ما تفكرش ان هو ضعيف، لا هو راجل محترم وراجل عاقل وبيخاف من ربنا. ان هو بيجي مع امه شويه، بيجي مع اخته شويه، بيجي مع ابوه شويه، بيجي مع اللي حواليه شويه، هو عاقل وماشي بحكمه في الدنيا. فاصبري عليه عشان ربنا يصلح لك حالك ان شاء الله. ياسمين سلام عليك. يا ياسمين. السلام عليكم. اهلا بك يا ياسمين، عليكم السلام. ازيك يا ياسمين يا حبيبتي، نورتيني. الله يخليكي. اتفضلي يا حبيبتي. سمعتي انا صليت صلاه استخاره على انا مخطوبه يعني. الف مبروك يا ياسمين. الله يبارك فيكي. صليت صلاه استخاره ويعني في مشاكل بينه وبين خطيبه وكده. عايزه تسيبيه ولا لا يعني؟ لا طبعا. ايوه كده. طب صليتيها على ايه؟ مع بعض نزعل مع بعض شويه يعني وكده. طيب الله اكبر في وشنا. ما صليتيها على اساس ايه؟ صليتيها ليه؟ ايه شوف يعني الموضوع ده يتم على خير ولا لا وكده يعني. طب يبقى تسيبيه ولا مش هتسيبيه؟ طب قولي يلا. فانا حلمت يعني ان ابن عمي من بعيد جاي بيقول لي ايه هو الفرح امتى؟ فانا قلت له الفرح بعد العيد باسبوع. تمام. هو كان بيتكلم في التليفون وكده وبيقول لي ايه باين يعني بيتكلم واحد في التليفون بس قفل معاه يعني وكده. ورجع عطاني ايه 20 جنيه فانا قلت له لا ومش عارفاه، قال لي لا والله اللي تاخديها. تمام. خدت ال 20 جنيه وايدي بقى لقيت فيها حته صغيره كده زي ما اكون ممدده كده. في ايدك؟ بس ممدده صغيره في ايدي كده. تمام. فبيقول لي يعني ايه ده؟ بقول لك والله، بقول له والله ايدي كلها يعني بتاع يعني مش محافظه عليها وكده، ايدي مجرحه وكده. تمام تمام. فكرني تاني. طب بصي يا ياسمين. ايوه. هو قال لك ايه اللي بعد العيد؟ الفرح بعد العيد باسبوع. طب خلاص كده تمام. هو انت بطيئه الفهم يا ياسمين؟ يعني مش بتفهمي خطيبك بسرعه؟ لا نعم. انت بطيئه الفهم يعني فهمك على قدك كده يعني بالراحه، بتحبي تاخدي الامور كده بحنيه شويه بالراحه. ايوه ايوه. تاتا تاتا بس هو بيمل من تاتا تاتا دي خالص. طيب أيوة. موضوع ايدك وال 20 جنيه وكلام من ده، فانت رومانسيه بطبعك. ايوه. بتحبي دايما طول ما هو قاعد كده يغني لك اغاني عبد الحليم، ده اللي هو حافظها يعني. وبتحبي دايما هو يسمعك الكلام الحلو، بتتضايق جدا لو هو خرج من الجو ده وكلمك في الشغل او كلمك على بيتكم او على بيتهم، بتتضايق جدا لان انت عندك اللحظه اللي هو قاعد معاكي فيها دي الدنيا وما فيها. طيب ما هو الراجل ما هوش فاضي، اصل احنا في حاله البلد الناس مش لاقيه حاجه، فمش هينفع الاغاني بتاعت عبد الحليم دلوقتي خالص. فانت الراجل ده ابن حلاله كويس واصيل وطيب ومحترم. ال 20 جنيه والايد على الايد اللي انت شفتها متمديه في الايد ده وكلام من ده، فهو شريكي بجد. ولكن انت ما انتش شايفه المسؤوليه زي ما هو شايفها، ما انتش شايفه الحياه زي ما هو شايفها، هو العبء كله على دماغه هو. فخليها مره يا ستي كلام حلو ومره كلام جد، ايه رايك؟ نمشيها كده. ايوه طبعا طبعا. يبقى النهارده جد وبكره ايه كلام حلو وكده يعني، فاهمه؟ طبعا طبعا يا سيدي. طب ربنا يبارك لك يا رب، يبقى هو ابن حلال. وكلميه يا ياسمين ودايما يعني ايه صبريه وشجعيه وقولوا ان شاء الله الدنيا هتبقى فيها خير وربنا يفكها عليك وكده. هو عايز يسمع دي منك. طبعا. مش عاوز ان انت تتصلي بالتليفون وتفضلي تنهنهي كده في التليفون، هو مش عاوز كده. هو عايز تتكلمي بجد كده وتبقي جدعه وتصبريه. حاضر يا سيدي. يحضر لك الخير يا ياسمين. اتفضلي كمان. طب في حلم تاني يا صاحبي. اتفضلي يا ياسمين. انا حلمت ان انا يعني رايحين مكان اللي هو اللي عندنا هنا التراب يعني، رايحين مكان هناك. تمام. فواحد قاعد فانا بقول له يعني زي اللي بقول له مشيني على طول يعني وكده. تمام. فبنته قاعده جنبي بقول له ده بنتك صاحبتي. فانا سلمت عليها بقول لها ازيك يا نجلاء، يعني اسمها نجلاء يعني. يعني هي قالت لي ايه، فسلمت عليا بس ما كانتش عارفه اسمي يعني، قالت كذا اسم وبعد كده قلت لها انا اسمي ياسمين. تمام. سلمت عليا وكده وخلاص مش عارفه يعني. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين. طبعا نجلاء اللي انت شفتها فهو انتقال من حال الى حال افضل، او بيدل على التعقل في الامور، او بيدل على الوحده اللي بدات تفهم الدنيا صح، او حد هينصحها. لان انت خلي بالك انت بتحبي النصيحه مش بترفضيها، بتحبيها. اي حد بينصحك نصيحه مش بترفضيها وبتعملي بيها بالظبط.
ايوه طبعا، لان بسم الله ما شاء الله عليك، لان موضوع النجلاء والمقابر وكده وانت بتفهماه اسمك في الاخر، فمعناتها ان انت محتاجه ان ينصحك دايما، وسبحان الله تاخدي النصيحه تنفذيها. ايوه فانت حلوه بطبعك يا ياسمين جدا جدا جدا، فبسم الله ما شاء الله عليك. هتبداي طبعا من النهارده تتصلي بخطيبك وتكلميه وتشجعيه وتحسسيه ان انت يعني بتاعت مسؤوليه. اه طبعا فهماني، وربنا يستر لك حالك يا ياسمين، وحبه كده وحبه كده. الله يخليك يا استاذه منى، وطمنين عليك يا ياسمين دايما. حاضر عليا، شكرا لك يا حبيبتي. بتخليكي، انا بحبك جدا على فكره. وانا والله بحبك يا ياسمين، ربنا يسترك يا حبيبتي يا رب. شكرا لك يا ياسمين، مع الف سلامه حبيبتي، مع الف سلامه، ربنا يسترك يا ياسمين يا رب. يبقى احنا كده خلصنا رساله اللي هو اتجوز بقى ده خلاص. هاخد رساله تانية بتقول بسم الله الرحمن الرحيم، حلمت ان معايا كيس وفي جبنه ونص جنيه ونص، وكنت بخرج. طيب ام ملك، سلام عليكم يا ام ملك. ام ملك دكتوره، اهلا بك يا ام ملك، نورتيني. ربنا يخليك يا حبيبتي بنورك. اتفضلي يا ام ملك. كلمتك من شويه. اهلا بك، تنوريني. لا هو اكيد بس يعني كسرت الاتصالات فيها بتفصل على بعضها يا ام ملك، بعتذر لك يا حبيبتي. لا ولا يهمك. اتفضلي. انا كنت حكيت لك انا الاحلام اللي قبل كده، بس حلمنا حلم بعد كده، حلمنا ان انا وجوزي يعني كنا متخاصمين وانا هو بيبوسني. كنتوا متخاصمين وهو بيبوسك في الحلم؟ تمام، بس الحلم خلص على كده. بس كده؟ بس هو يعني مش جايلي ان هو جوزي، هو بيقدرك. جايلي واحد صاحبي او زميلي. هو بيقدرك يا ام ملك، والله اعلم هو بيقدرك وبيحترمك، ولكن مش شرط كل حاجه انك تعرفيها، مش شرط، ممكن في حاجات بيداريها عنك علشان خاطر ما يشيلكيش الهم، صح؟ اكيد كتير قوي يعني. فهي البوسه اللي بيبوسها لك بعد المصالحه، فواحد بيقدر مراته وبيحبها، ربما بعض الحاجات بيداريها عشان ان هي ما تشيلش الهم، ودايما نشوف جو البيت في فرحه. هو ده والله اعلم، دي يعني طبعه معاك يا ام. هو داخلي في البيت. انا بقول لك انا ما كنتش اعرف لسه في البلكونه دي، فعشان كده بقول لك جو البيت دايما يكون فيه فرح غير اللي بيحصل له بره، عايز يلاقي بره شكل وفي بيته شكل تاني خالص. مش انت راضيه، انت راضيه عنه يا ام ملك؟ طب ادعي له. والله بدعي له كتير. جدع يا ام ملك، اتفضلي. وانت قبل كده قلت لي حكيت لك حلم، قلت لي ادعي له، بدعي له والله على طول. سبحان الله، يعني قبل كده قلت لك ادعي له برضه. طب يبقى الراجل ده عايز الدعوه فعلا والله. والله بدعي له كتير يا دكتور. ربنا يصلح له حاله يا ام ملك يا رب. ربنا يخليك دعينا والنبي يا دكتور. الله يصلح له حاله يا رب العالمين، هو وجميع الناس يا رب. اللهم امين. حلمنا حلم تاني. اتفضلي يا ام ملك. الحلم ده من كام يوم. خير ان شاء الله. حلمنا ان انا وهو يعني ماسكين واحده وبنضربها، بس انا خدت الجزمه بتاعته وبضربها. بس كده؟ بس. صلى على النبي يا ام ملك. الله يستر عليك. اوعي تشك في جوزك في يوم من الايام. اشك؟ اوعي تشك في جوزك في يوم من الايام. لا عمري والله ما بقول اوعي، مش شكي، اوعي. لو حد وصل لك حاجه قول له انت كذاب. لو حد لمح لك بحاجه قولوا انت كذاب. انت فاهمه؟ لان الست اللي انتوا بتضربوها ديت فهو بيدل على فتنه في الدنيا تخصكم انتوا الاثنين، حد هيفتن فتنه ما بينكم انتوا الاثنين، خاصه راجعه للزوج، لان انت ضربتيها بجزمته. لا هو كان بيضربها. ما هو بينكم انتوا الاثنين فتنه ما بينكم انتوا الاثنين. اساليني تاني وانا جاوبك على طول. اللي انت مش فاهماه قولي لي، فهمهولي تاني. لا مش فاهمه الصراحه. قولي لي بقى، قولي لي مش ايه وخلاص، لا قولي لي فهميني. انتوا الاثنين بتضربوا الست دي، في حد هيدخل ما بينكم انتوا الاثنين فتنه، فتنه. حد هيفتن ما بينكم انتوا الاثنين بكلمه، عايز يغيركم من نعمه بعضكم. ربنا ما يكتبها عليك يا رب، معايا؟ امين. طب انت بتاخدي الجزمه بتاعته بتضربيها بيها، انت اللي خدتي الجزمه. فمعناتها الامر واصل لك انت مش واصل له هو، يعني اللي هيفتن الفتنه هيوصلها لك انت. هو كان عمال يضربها وزي ما يحط ايده في مراخيرها كده. بيحط ايده في مراخيرها؟ الحمد لله يا رب، معناتها ان الخبر اللي هيوصل كذب. شم ريحه حاجه كذب، شم ريحه حاجه كويسه، سامعه؟ اصبح ان هيوصل خبر كذب، هيوصل كلمه كذب. انت كنت ما قلتليش على المراخير دي خالص. لا ما انا بقول لك بيضربها وبيحط ايده في مراخيرها زي الفل. انا رحت خدت الجزمه بتاعته. ايوه بس مش الجزمه اللي هو بيلبسها دلوقتي، مش مهم، بس جزمته قديمه. بس جزمته عنده. بس دي جزمته. جزمته. طيب انت خدت الجزمه، رحت ضربها بيها خلاص كده، هو فسر نفسه اصلا انك تاخدي الجزمه بتاعته تضربيها بيها، فالامر واصل لك انت مش واصل له هو، الفتنه تبقى معاه يعني بتاعته هو ليكي انت، حد هيجي يقول لك حاجه تخص هو.
او حد ممكن يتدلع بهزار كده. انا والله مش بشك فيه ابدا يعني، انا ولا هتشك فيه اصلا يعني. ولا تعرفي تشك فيه لان الراجل ماشي معاكي بمرض الله. انت بتتلككي ولا بعرف اشك فيه وانت اصلا ما تعرفيش تشكي. هو الراجل بالنسبه لك زي الكتاب المفتوح صح؟ ايوه فعلا. بس يبقى خلاص. ولكن بقول لك يعني ايه، يعني ربنا يفك شر شياطين الانس. الانس اكتر من الجن الف مره. اللهم الناس اللي بتلاقي البيوت المرتاحه دي بتعرف تدخل فيها ازاي وبتبوظها ازاي ما تعرفيش. فممكن تكونوا قاعدين كده قاعده كويسه مع بعضكم بتتكلموا انت وبعض الستات او حاجه، ويقول لك كلمه على جوزك كده، ده كان قاعد في حته كذا كذا ولقيناه بيبص على واحده، مش الامر هيضايقك؟ طبعا. ممكن الكلام اللي هو التافه ده اللي هو ممكن يسبب لك من جواكي صدمه من يمه جوزك. عشان كده انا بقول لك خلي دماغك كبيره خالص. انا ما اصغر من اي عيل. انت دماغك صغيره؟ لا تتكسر بقى، دماغك تتكسر. لا ما ينفعش. خلاص يا ام ملك. هو كان حلمان من فتره كده اهوت، حلم حلمان ان هو كان راكب بقى هو والمدير اللي كانوا يعني كان شغال هو في شركه قبل كده، وحلمان هو والمدير راكبين في عربيه ملاكي. يا مسهل الحال. دخلوا بيقول لي مشينا في ممر، ممر ضيق قوي، وقعد الناس قعدوا يقولوا له مش هتنفع تمشي فيه لو مشيت فيه غلط وكده، قال لا احنا مشينا تمام. بيقول لي قعدنا نحوت في حتت كثيره، بعد كده نزلنا من العربيه الملاكي دي ركبنا عجله. عجله؟ بعد كده راح والمدير بردك معاه. بعد كده نزلوا من العجله دي، ركب هو مثلا من الباب اللي قدام، وهو المدير ده ركب من الباب اللي ورا. تمام. يعني اتفرقوا عن بعض. تمام. وركب هو الاتوبيس العام ده. تمام. وهو قابل واحد زميله هنا في الاتوبيس، كلمه كده بس. ربنا يصلح له حاله في شغله يا رب العالمين. وفي حاجه تعباه في شغله؟ لا هو كان شغال في شركه كبيره والله، بس هو سابها الحمد لله، وكان السبب فيها هو المدير ده. ما هو فعلا كده، دي المشكله اللي بقول لك عليها، لان من العربيه للعجله بعد كده يمشي في شوارع مش معروفه وكده، فهو تعب شويه ونفسيته تعبت، وبعد كده ربنا ان شاء الله يسهل له الامور في شغلانه وهيمسك فيها وربنا يعليه فيها والناس اللي حواليه يحبوه. ايوه فعلا. فالحمد لله الحمد لله، لانه يعني هو كان شغال في شركه، انا مش هقدر اقول اسمها طبعا. لا مش هم تقولي اسامي الشركات. بس هي شركه كبيره، وهو كنا زعلانين ان هو سابها، بس هو المدير ده جه عليه. ربنا يكفينا كلنا يا رب العالمين شر الظلم يا رب. اللهم امين، هو فعلا ظلمه. ربنا يكفينا شر الظلم كلنا يا رب العالمين. قولي له ربنا يفك عليك احلى فكه ان شاء الله ان شاء الله، لان انت عندك ضمير في شغلك. ايوه صح. فربنا ان شاء الله يفك عليه، لان انت جوزك بسم الله ما شاء الله عليه بيخاف من ربنا، واللي بيخاف من ربنا مش هيحتار في الدنيا. محدش بيخاف منه يعني. من مين؟ اللي بيخاف من ربنا محدش بيخاف منه. انا بتكلم على جوزك. بقول لك طول ما بيخاف من ربنا مش هيحتار في الدنيا. بس انت يا دكتوره قلت لي خلي بالك من نفسك اللي قبل كده في تفسير الحلم اللي قبل كده، هيحصل لي حاجه يعني في الحمل؟ لا حملك هيبقى حلو، يعني خلي بالك من نفسك، يعني راعي نفسك في حملك. تحس باي حاجه تروحي للدكتور، تحس باي كده، يعني ما تسيبيش نفسك، ما تهمليش نفسك في حملك. سمعتي مش في التامن؟ انا مش بحب اخد البرشام ولا الكلام ده. بتاخدي برشام؟ ما باخدش برشام ولا الكلام ده. مشيتي في التامن دلوقتي؟ ايه؟ انت في التامن؟ في التامن. طب يعني خلاص شهر وهتولدي اهوت. لا انا ناقص لي نص شهر كمان. ده هتقومي بالسلامه، انت زي القرده هتقومي على طول ان شاء الله يا ام ملك. ان شاء الله. ان شاء الله هتقومي بالسلامه وتتصلي بينا وتسمعينا صوت النونو ان شاء الله. شكرا لك يا ام ملك يا حبيبتي، نورتيني. ياسمين سلام عليكم يا ياسمين. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، ازيك يا دكتوره ميل؟ اهلا بك يا حبيبتي نورتيني. زي حضرتك عامله ايه؟ الحمد لله يا ياسمين يا حبيبتي، اتفضلي. بصي حضرتك انا عندي كذا حلم كده عايزه احكي لحضرتك. قولي كذا الحلم. حاضر. ربنا يخليك. بصي حضرتك انا حلمت اني في ركن من اركان بيتي حمامتين. تمام. لونهم ابيض على ازرق وشكلهم جميل قوي. على ما رحت يمتهم طاروا، وزي ما اكون فقت كده وقلت لهم ان شاء الله هيرجعوا تاني. ان شاء الله بامر الله بامر الله. هو انت انسه ولا متجوزه يا ياسمين؟ لا انا متجوزه ومعايا اطفال. ربنا يخلي لك حالك ويا رب العالمين ويصلح لك حالك للاحسن. معلش ممكن تعلي صوتك شويه؟ حاضر حاضر. يعني الحمامتين بعد ما طاروا انت قلت هيرجعوا تاني ان شاء الله؟ انا قلت بيني وبين نفسي ما شاء الله يرجعوا لي تاني. ده التفاؤل اللي جواكي يا ياسمين، التفاؤل اللي جواكي. رغم ان انت بتمر بظروف، ورغم ان اوضاعك متلخبطه، ورغم ان انت مش لاقيه حنيه ولا كلمه حلوه من اللي حواليك او من اللي معاكي، ولكن عندك تفاؤل ان ربنا هيصلح الحال. ودايما انت انسانه حساسه. واللي بتشوفيه بعينك بتمشي عليه. واللي بتحسي اللي بتشوفيه بعينك وتحسي بيه بقلبك بتمشي عليه.
وفعلا انا كده فعلا. فبسم الله ما شاء الله عليك، ده صبرك وبامر الله بامر الله كل فرحه طلعت من ايدك وما كملتش عليك ربنا يعوضلك احسن منها ان شاء الله. دي حاجه برضو شفت حلمي تاني حضرتك. اتفضل. ان انا عندي، انا اصلا عندي فراخ. تمام. الفراخ دي في واحده منهم بتبيض، وانا حلمت ان هي واحده بس منهم اللي بتبيض. انا طلعت عندهم جمعت من تحتهم بيت كتير قوي، بقول بسم الله ما شاء الله ده هم كلهم بداوا يبيضوا. الحمد لله رب العالمين. عطيه ربنا عليكي بكل شيء طيب في الدنيا وخير وصحه ليك ولولادك، دي عطيه طيبه. لما واحده بس اللي بتبيض فبيدول على ام عطاءه او ست عطاءه بتستخسر الشيء في نفسها عشان ولادها، الفرخه اللي بتبيض لوحدها. طب كله بقى يبيض فمعناتها ان انت مش هتلحقي الخير اللي داخلك. يعني ربنا يفكها على جوزك ويصلح لك حال اولادك وسبحان الله يبقى الرزق والنعمه، الرزق والنعمه من كل اللي حواليك. اصبحت انت دلوقتي بتاخدي مش بتدي، لان دي راحتك، اخدانك وراحتهم هي راحتك، وان انت تعتبر انك بتاخدي. ربنا يخليك. فالحمد لله. اتفضلي يا سيدي. معلش هتقل عليكي في حلمك. لا يا حبيبتي اتفضلي. بس احكي شويه لان احنا منطقه ريفيه يعني. اتفضلي يا حبيبتي. بس اقول لحضرتك، بصي حضرتك انا اصلا عندي يعني عندي في الحقيقه جاموسه. تمام. والجاموسه ديت يعني عشر وقربت تولد، فاضل لها 4 اشهر. تمام. انا شفتها ان هي والده واختي وامي معايا. تمام. بقول لهم يا نهار ابيض، هي اللي والده دلوقتي ده هي فاضل لها 4 اشهر. هي ولدت ابنها وجسمه حلو وكل حاجه وكبير ما شاء الله، بس زي ما يكون وسطه الاخراني كده، زي ما يكون واقف على خشب. على خشب؟ وبعدين قالوا لي طب ايه هو، بسم الله ما شاء الله حلو هو، طب بس شفتها كده فيها لبن ولا ايه؟ رحت فعلا بالفعل حلبت فيها، لقيتها فعلا فيها لبن، قلت اللهم لك الف حمد وشكر يا رب ده هي بتنزل لبن اهي. الحمد لله. بس هو ده اللي انا شفته. هو حد عارف ميعاد ولادتها؟ جوزي وجيراني عارفين. والجيران وكله؟ جوزي يعني، واصلنا في بيت عيله يعني، جيراني يعني اهل جوزي يعني عارفين. طيب قرب الولاده بتاعتها ما تعرفيش حد؟ ماشي. ما تعرفيش حد خالص، بامر الله ربنا يبارك لكم فيها، لان انتوا ضميركم طيب وناويين انكم تعملوا تطلعوا حاجه لله. والله يا ربنا اللي يعلم ان شاء الله. ما هو ده اللبن اللي نزل منها، اما الخشبه اللي هي فستان اللي تحت وكده فبيدل على نظر حاسد. معلش يا دكتوره انا ممكن هقفل مع حضرتك واسمعك من التليفون. حاضر يا حبيبتي. حاضر. شكرا لك. الحلم الاخراني ده بس. حاضر يا حبيبتي. حاضر يا ياسمين. شكرا لك يا حبيبتي. ربنا يخليك ويبارك في عمرك يا رب. الله يخليك ياسمين، نورتيني يا حبيبتي. حاضر. ياسمين بسرعه قبل الفاصل، يا ياسمين ما تحكيش لحد ميعاد الولاده بتاعتها، ما تتكلمش خالص، اول ان شاء الله ما تولد بالسلامه بامر الله، طلعوا حاجه لله طبعا فورا، لان في عين حاسد ربنا يكفك شرها يا رب العالمين، هتبقى نظره للولاده بتاعت الجاموسه ديت، ربنا يجعلها لكم بركه وخير في بيتكم ان شاء الله، وتولد مره واثنين وثلاثه واربعه وعشره ان شاء الله يا ياسمين. فاصل سريع جدا ونرجع لكم تاني ان شاء الله، استنونا. الصحة والجمال سنع وتخليك سنع كل نهار وآخره ليل وساعات الليل نوم وأحلام. الأحلام ممكن تكون مصدر بهجة وسعادة، وممكن تكون سبب قلق وحيرة. يا ترى حلمك تعبك ولا مريحك؟ ما تشيلش هم، كل اللي عليك إنك تتصل على الرقم هتلاقي راحة بالك في تفسير أحلامك مع مفسرة الرؤى والأحلام منة الله النجار. في الصحة والجمال عدنا ليكم هنا. عدنا. أعزائي المشاهدين أهلا بكم بعد الفاصل، معايا أم عمر. السلام عليكم يا أم عمر. وعليكم
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. منك ازيك يا ام عمر يا حبيبتي، عامله ايه؟ انتوا طيبين، تقبل الله منا ومنكم. امين يا رب العالمين، نورتينا. وكل الامه الاسلاميه بخير ان شاء الله. امين يا رب العالمين، امين يا رب العالمين. حضرتك ان بنتي هي اصغر واحده رقم 3 عندي، اتنين متخرجين قبل كده. رقم 3 دي في واحد جابت ان هي كانت هتقع في حفره، في واحد جارنا انقذها. تمام. انا قلقت شويه يعني. هي في سن الزواج؟ لا ده هي في ثانيه ثانوي. في ثانيه ثانوي؟ اه يعني عروسه برضو جميله برضو. لا ده هي رقم 3، انا عندي 2 متخرجين. ان شاء الله بامر الله تفرحي بيهم كلك ورا بعضهم ان شاء الله. باذن الله. اللي هي بتاعت الحفره ديت وجارك اللي هو لحقها ده، يعني والله اعلم، يعني هو بيدل على ان في مشكله هتقابلها صغيره خالص، ولكن هتعديها بفضل الله. طب اشمعنى جارنا ده بالذات المعروف؟ لا هو جاركو ده وهي معناتها ان هي بيدل على ان انتوا يعني سمعتكم وسيرتكم ما بين الناس اللي في وسطكم حلوه. الحمد لله رب العالمين. فده كلام حلو بيتقال عليكم. الحمد لله. وربما ده يكون العريس كمان من الحته دي اصلا، من المنطقه دي. للبنت للصغننه دي؟ لا مش شرط. لان هي الحفره عامه، يعني هي الحفره عندي بتدي اكتر من تاويل. ممكن يكون زواج. ممكن يكون مشكله. أيوة. ممكن يكون ألم عند الأم من يوم ولادتها. هو فعلا الواحد بيتمنى يعني كتير، بس الواحد في الزمن ده بيتمنى الصالح طبعا. طبعا. هو أنت عايزة الجار ده؟ نعم. أنت عايزة الجار ده يخطب حد من بلادك؟ لا 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 لا، مش ببص لأي حد، أنا عايزة حد ملتزم، عايزة حد بس ملتزم. كده بس ده، إيه ده بقى قولي يا رب. عايزة الملتزم، ما ببصش لأي حد. صح كده، الله ينور عليك. حاجة والسلام، لا المهم حد ملتزم. صح يا أم عمر. ضابط على دينه. لان الموضوع فعلا مش جوازه وخلاص، الموضوع موضوع هيتبال بعد كده. لا نفسي والله الصالح اهم حاجه. صح يا ام عمر، ان شاء الله بامر ربنا ينجهم لك يا رب وتشوفي لهم احسن الجوازات. وانا شفت لها ان في شنطه بتاعت ملابس خاصه بيها، وفي شنطه كده تقريبا معاها شنطه سواري بتاعت مناسبات كده بتلمع وحلوه، وبعد تقريبا مو فاتح فاضي مش متاكده قوي. وبعدين في قطعه من الملابس الداخليه اللي هي الاعلى دي، قلت لها اه ده الاثنين هيمشوا مع بعض. تمام. بس فانا برضو ده لسه الصغيره برضو. هو هي واضح ان هي يعني ايه يعني لافته الانتباه شويه عن اخواتها، واخده بالها من نفسها. لا لافته الانتباه، مش شرط واخده بالها من نفسها، لافته الانتباه شويه عن اخواتها. فواضح بسم الله ما شاء الله يعني في عرسان هتجي لها قريب برغم ان هي صغيره. هو الموضوع ده هيقلمني شويه. هيعمل ايه؟ هيقلمني. ليه؟ لان الكبار الاول يعني. يا حبيبه قلبي كل اللي يجي لها نصيبها ويكون ابن حلال تتوكل على الله. وبصي اقول لك على حاجه، والله الفرحه لو الفرحه فتحت بابه ودخلت له بتلاقي كله بيجر ورا بعضه. سيب اللي يجي له نصيب يقول له نصيبه. يا رب عاجل بالصالح ان شاء الله. اوعي تكوني سامعانا، اوعي تكوني سامعانا لاحسن، تستني بقى العريس. لا ده هي مش موجوده معايا. احسن. احسن، ربنا يسترها لك يا رب. الله يبارك لك، انا بشكرك كتير قوي، ونفسي ان انا اخد نمرتك اتواصل معاك. عينيا ليك يا ام عمر، عينيا ليك، نورتيني يا ام عمر. تسلم عينيك يا رب. ربنا يستر لك بناتك يا رب العالمين، ربنا يسترهم لك يا رب يا ام عمر، وجوزهم احسن الجوازات يا رب، هم كل البنات يا رب. شكرا لك يا ام عمر. طبعا التواصل معايا ان شاء الله على 1756 والرقم الداخلي 2 ممكن تلاقوه دلوقتي على الشاشه او اسمعوه مني 1756، ونضغط رقم 2 ونتواصل مع بعضنا ان شاء الله، وربنا يسهل حال يا رب العالمين. هرجع لرسالة معايا بتقول بسم الله الرحمن الرحيم، حلمت اني معي كيس وفي جنيه ونص، وكنت بخرج الجنيه في الليل ومن الكيس والنص جنيه بطلعه بالنهار، وبس يعني ما فيش حد بيشوفه. معاكي جنيه ونص في كيستك وبتطلعي جنيه بالليل ونص جنيه بالنهار عشان ما حدش يشوفه، والله اعلم. فهو انت وحالك مع ربنا، انت قوامه قوامه في ليلك، انسانه بتحبك يوم الليل جدا جدا جدا، وبتحسي براحه فظيعه، وبتحسي ان ما فيش حد زي خالص بينك وبين ربنا الا وانت بتصلي بالليل. جميل الحمد لله. هرجع لك تاني بعد منى. السلام عليكم يا منى. وعليكم السلام. اهلا بك يا حبيبتي. الحمد لله حبيبتي نورتيني. الله يخليك. والله انا عندي 3 احلام، يعني انا بقوم منهم مرعوبه، مع ان الاحلام هحكي لك دلوقتي يمكن ما فيهاش بتبان ما فيهاش حاجه، بس بقوم مرعوبه. قولي خير ان شاء الله حبيبتي، قولي خير. اول حلم انا شفت الشيف الشربيني في شقه ماما الله يرحمها، ماتت من قريب. بيمسح الاوضه اللي كانت ماما نايمه بتنام فيها. تمام. الاوضه دي ما فيهاش فرش خالص. تمام. وهو بيمسح قاعد زي ما حد بيقول له قول الوصفات بتاعت الاكل، وهو بيوصف. وهو بيمسح فبيقول لماما ايه انا عاوز بيجامات ايه بابا الله يرحمه، فماما قالت له يعني اذا نقول وزعناها، بس دي بيجاماته كانت بلوزه.
تمام. يعني حاجه هي تقصد هنا حاجه فخمه، هو الوصف مش مظبوط يعني على الحاجه. بس فبعد كده لقيته قاعد في الشقه عندي على السفره قال بيعمل كبيبه او كفته، فانا قلت له ما تعملش حاجه لما اجي اشوفك بتعملها ازاي عشان اعملها. وبعدين لقيته قلت له ايه دي مش متبله، ناقصه ملح وفلفل كده، انا هتبلها احطها في الثلاجه. تمام. ده اول حلم. طيب ده انت عندك عزومه اهوت قريب ان شاء الله في جوازه، وجوازه بنوته كمان. جوازه بنت قريب عندك ان شاء الله. طب هو بينسح الاوضه بتاعت ماما؟ ما هو ده التهيئه للسعاده، او ان انت بتهيئوا نفسكم للفرح، لان انت عندك موضوع الجواز بتاعت البنت او عندك بنوتك، لان كانت اوضه مامتك فهي البنت، جوازه البنت، لان انت ما انتش مهيئه او ما انتش مستعده او ما انتش متخيله ان يكون في فرحه داخله لك قريب خالص. طب البيجامات اللي كان عايزها بتاعت بابا؟ لا، هي البيجامات ده فهو بيدل على الاب والام الاستعداد للفرح، لانه في الاخر بيعمل حاجات اكل وانت بتقولوا ناقص حاجات وهتحطها في الثلاجه. فانتوا مش مهيئين خالص للفرح، مش عارفه ليه انتوا مطلعين الفرح من حياتكم خالص. طب استعدوا ان شاء الله. طيب تاني حلم انا شفت ايه، ان جوزي واخد، انا عندي كشكول فيه ايه الوصفات بتاعت الاكل. تمام. لقيت ان هو واخد الصور بتاعتنا وتقريبا بتقول موديها لاخواته يتفرجوا عليها، فهو جايبها بيدهاني تاني، فانا قلت له ايه لا ده الصور دي ناقصه، هم خدوا صور منها وانا عارفه كل حاجه، انا لما اشوف الصور دلوقتي انا هعرف اللي خدوه. وانا بقول في نفسي انا مش هعرفه يعني، انا بقول له كده بس عشان يقول. فقامت بنت ردت قالت لي لا ده انا عندي مجموعه فيروز عندي على الموبايل، يعني مجموعه صور يعني، قالت لي انا هشوف واقول لك اذا كنت شوفي اذا كانت موجوده ولا لا. فهي بتقول يعني بص على الموبايل وتقول لي، وانا كل مره كل ما تقول لي على حاجه احط ورده فوق ورده، يعني كل ما تقول حاجه احط ورده، بس ورده صناعي. تمام. ورده فوق ورده. وبعدين انا افتكرت وهي بتقول كده ان انا اكتشفت في الصور ان كل الصور اللي انا فيها لوحدي هم خدوها. تمام. فانا قعدت اقول له ايه الصوره اللي كنت فيها لوحدي في في المكان الفلاني والمكان الفلاني ناقصين، يعني الصور كل الصور اللي انا فيها لوحدي مش موجوده. تمام. بس ده تاني حلم. طب صلى على النبي عليه الصلاه والسلام. هو انت حاسه، والله اعلم ده من الحلم بتاعك، انت حاسه ان من كتر ما كنت بتحكي لجوزك، انت كنت بتحكي لجوزك على عمايل اهله جابت نتيجه معاه دلوقتي؟ مش قوي يعني. رجع لهم؟ لا هو معاهم على طول، هو حتى هم لو غلطانين هم بيقولوا هو مش هيسيبهم حتى لو غلطانين. بصي، هو الحلم بتاعك والاكل اللي في الكشكول بتاعك اللي هو ناقص والصور والمطبخ والحاجات اللي انت بتحكيها دي كلها، معناتها ان انا كنت بحكي لجوزي على حاجات تخص اهله، هو كان بياخدها ويزعل منها وممكن ياخد جنب شويه لكن ما كانش بيقاطع زي ما انت بتقولي. ولكن فعلا موضوع الاكل الناقص في الورق اللي عندك هو رجع لهم وكده. عارفه رجع لهم ليه؟ او ان هو بيتكلم معاهم دلوقتي ليه؟ مش عارفه انا حاسه ليه هو حاسس بالكسره في وسط بيته، مش عارفه ليه هو مكسور عندي. لا هو ما الاكل مش ناقص، هو الصور بتاعتي انا. ما هي الصور فيها الاكلات وهي خاصه بتاعتك انت، ما انت اللي كاتباها. فيها بقول الصور اللي انا فيها بس مصوره لوحدي. ما هي بتاعتك انت، خاصه بتاعتك انت. مش موجود، هم خدوها. ايوه هم خدوها، فمعناتها ان الواحد اللي بدا يدي ودنه لبره اكتر من بيته وحاسس بالكسره شويه من يمه اهل بيته، مع ان بسم الله ما شاء الله بيته محترمين، ناس محترمه جدا، ولكن مش عارفه ايه اللي هزه من جوه من عنده من بيته. مفيش حاجه يعني، في حاجه وجعاه من يمه مراته من يمه عياله، في حاجه كسراه يعني مهبطاه كده شويه. مش عارفه. طيب اعرفي وشوفي جوزك ماله واتكلمي معاه وقولي له مالك، لان وضعه دلوقتي غير الاول خالص. طب يعني هو دلوقتي يعني متضايق مننا يعني؟ لا مش متضايق، في حاجه وجعاه من يمه عياله او من يمتك انت وجعاه. هو معناته ان معناته حتى الصور بتاعتك اللي هو خدها وداها، معناته ان هو ما كانش موجود معاكم لفتره كبيره، ما كانش موجود في البلد لفتره كبيره. لا مش موجود. لا ايوه ما دي الصور. طب بعد كده رجع البلد بالسلامه وقعد معانا وتاقلم بعيشتنا وبحياتنا بكل حاجه، ولكن سبحان الله شاف اوضاع ما كانش متخيله وهو في الغربه في بيته من جوه. ازاي؟ يعني مثلا البنت اللي ممكن تكون بطبعها عنيده بس مؤدبه. الولد اللي ممكن عايز يبقى ليه شخصيه بس مؤدب متربي. أي. الست اللي هي تعبت مع اولادها والمفروض توجه له رساله ان انت فين من ده كله، تعالى بقى شيل الحمل شويه. ايوه. فهو راجع مذهول وتعبان، ازاي انا كنت مش مخليهم عايزين اي حاجه والدنيا كلها تحت رجليهم وفي الاخر اجي الاقي لسه ان انا اشيل هموم تاني. طب ثالث حلم بقى يا مدام منى، اتفهمتيني الاول؟ فهمت. ربنا يسهل الحال يا رب. اتفضلي. ثالث حلم ده بقى اللي انا حلمته النهارده ومرعوبه منه جدا. خير ان شاء الله. انا اخو جوزي احنا بيت عيله. فسلفتي انا شفتها انا واقفه في البلكونه في الحلم. مع المرات البواب وطالعين يعني زي فيلم مرعوبين او في حاجه خايفين منها، فبتقول لها ايه روحي بلغي وقولي ان انت اللي غلطتي وانت اللي عملتي كده. لمرات البواب؟ مين اللي بتقول لها؟ سلفتي جوز مرات اخوه. ايوه. فقالت لها انا هقول انا كده انا اللي عملت،
بس انا مش هيبان ان انا اللي عملت، لان الحاجات دي مش انا مش فاهمه اتعملت ازاي ومش عارف اقولها. تمام. فقلت لها بس قولي قولي ان انت اللي عملتي. فقام ابنها ابن البواب قال لمرات اخو جوزي، قال لها لا ده امي اللي هتدخل السجن وانت مش هتدخليه. تمام. بس فانا شايفهم واقفين في الشغل زي مستنيين تاكسي مستنيين حاجه علشان مرات البواب تروح تعترف على نفسها. طيب ما تصلى على النبي بقى. عليه السلام. افهمي كويس جدا جدا الرؤيه دي فيها ايه. طب بقيت اللي حلم اقول لحضرتك لسه ليه بقيه؟ اه فلقيت طيب. ابني احنا ابني ليه شقه في العماره برضو. بس مش متجوز. طب هو بيقول ايه ده، هم كانوا حاطين حاجه في الشقه عندي وكده ودلوقتي انا خايفه ان احنا يعني يتهمونا فيها. وبتاع. فانا دلوقتي عاوز ايه اطلعها. وبعدين بعد شويه قال لي لا ده انا مش فاضي انا هقلع دلوقتي واروح الشغل بتاعي. تمام. بس طب بصي ركزي معايا ركزي معايا صلى على النبي. السلام. طبعا جوزك ربنا يبارك في عمره يا رب العالمين راجل محترم وبيدي الحمد لله ومش بيحاسب اللي هو بيديله على حاجه. طب أيوة. هو دلوقتي بان لكم المكان اللي انتوا فيه ده هو اصلا بتاعه هو. هو ملك ناس مش ممالك، هو مقعد ناس فيه من اهله. الناس اللي معاتهم فيه من الاهل وما فيش ورق بينه وبينه من يثبت ان هو حقهم ولا كلام من ده، ولكن هو بالمراضيه يعني باين لكل واحد ان انت لا ده مكانك. بالمراضيه. ايوه. طب خلي بالك بقى لان احتمال والله اعلم الفتره اللي جايه ديت هم يتكلموا مع جوزك ويقولوا لهم ايه ملكنا ادينا التمليك عشان خايفين من مراتك. بس هم فعلا هم ملك واخدين كل حاجه ملكهم ومعاهم الورق ومعاهم كل حاجه. يعني هو كتب لهم في كتابه؟ يعني اخواته ما دفعوش حاجه في ما واضح ان ده ملكه اصلا. وخدوا كل شقه كتبوها باسمهم. ربنا يبارك لجوزك يا رب العالمين. بس هم طمعانين في شقق ولادي. ياخدوها. ما انا بقول لك ركزي بقى، ما انا بقول لك ركزي لان مرات البوابه ان هي تتكلم وقولها قولي ان انت اللي قلتي وموضوع السجن وموضوع ابنك والحاجه اللي في شقه ابنك فده طمع في البيت لان البيت بتاعكم. فانت انا كنت بقول لك على الاماكن اللي هم قاعدين فيها فهي اتملكت لهم. كتر الف خير جوزك طبعا محدش بيعمل كده. طب ان هم بعد كده يبقى في كلام تاني اصبح ان في امور تانية بتندرس دلوقتي او هم بيبداوا ان هم يفكروا فيها وعايزين ينفذوها. وينفذوها كلها من وراكي. لان انت بالنسبه لهم انت العقبه في كل شيء. يعني هم دلوقتي عاوزين ياخدوا شقه ولادي؟ ممكن يكونوا بيفكروا ان هم عايزين يتجوزوا حد او عايزين يوسعوا على نفسهم ويقولوا لاخوهم لما ربنا يفرك عليك وتيجي تجوز الولد هنفضوا الشقه وابنك يتجوز فيها. ويقعدوا ويتمكنوا بقى. ايوه. فخلي بالك من النقطه دي كويس. والاحسن الاحسن ممكن تتكتب باسم الولاد وخلاص. لا هو بابا مرافض يتكتب باسم الولاد. طب ما هو كده بقى يبقى انت بقى تركزي بقى وتصحصحي شويه بس من غير ما تعملي مشاكل. ايوه. ركزي وصحصحي قولي له ده مستقبل العيال، البيت ده مستقبل العيال. ايوه. العماره اللي احنا فيه دي بتاعتهم. ايوه. فركزي لان ممكن يستعطفوا الامر من بدايته. هو مش شاكك في عيلته فهو بيقول ان هم يعني مفيش قلق من ناحيتهم. لا ازاي ده القلق كله من عندهم. مديهم كل حاجه وواخدين بزياده وواخدين بتاع. والحق باين وهم عارفين الحاجه دي بتاعتنا. لا ده هم متواثق فيهم قوي متنغنغين في عزه. ايوه هو واثق فيهم قوي. لا 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 الفتره اللي جايه دي عايزاكي تركزي قوي قوي خالص تركزي. ولو تعرفي تجوزي حتى الولد حتى جوزيه. ربنا يكرم. ربنا يستحلك حالك يا رب العالمين. وصلي صلاه استخاره على الامور المتداريه حواليك عشان تفهميها وربنا يوضحها لك وتبداي انك تفهمي اللي حواليك. ربنا يسترك يا رب يا حاج امونه يا رب وان شاء الله يكون خير عليك بامر الله. هرجع للرساله بتاعت الجنيه ونص في الكيس. قلت لك انت دايما بتحبي قيام الليل جدا جدا وكثيره الاستغفار والذكر بالليل، واما النص جنيه اللي هو بتاع الصبح ده فانت بتصلي زي الناس ما بتصلي وبتذكري الله زي ما الناس بتذكر الله، ولكن طمانينتك وحبك اكتر اكتر لربنا بيبقى بالليل، مع ان الليل والنهار ما فيهاش فرق ولكن انت اكتر مع ربنا بالليل. فربنا يبارك في عمرك يا رب العالمين ويصلح لك حالك يا رب ويجعلنا كلنا زيك يا رب. هاخد رساله ثانيه بتقول بسم الله الرحمن الرحيم. ام ياسر السلام عليكم يا ام ياسر. الله يخليك يا اختي. اهلا بك يا ام ياسر ازيك؟ ايوه عايزه اقول لك على رؤيه كده يعني شفتها لابني. قولي على الرؤيه. شفت ان في ذره اخضر يعني هي في ارض كده يعني ذره كبير كده واخضر وحلو. قلت لي ايه بدور عليه. بتدوري على مين؟ على ابني. على ياسر؟ وياسر فين دلوقتي؟ هو موجود وكل حاجه بس ايه انا ماشيه في الدوره وعماله اقول يا ياسر هو يرد عليا بس انا مش شايفاه والدوره بتزيد واخضر. ياسر معاك في البلد؟ ده في البيت معايا متجوز وقاعد معايا في البيت. اه غلبان كده طيب. ان انت بتدور عليه في الدوره فانت مش لاقيه ابنك زي الاول. ايوه ابنك مش موجود في حياتك زي الاول. ما عدتيش حاجه في حياته زي الاول. فانت بتدوري عليه وسامعه صوته، انت شايفاه قدامك بس مش حاسه ان هو ابنك زي الاول، مش حاسه ان انت امه، حاسه ان انت غريبه عنه.
فادعي له، ادعي له ان ربنا يهدي له حاله. وبصي في الاول وفي الاول في الاخر عايزاكي ان انت طالما شايفاه سعيد خلاص. معايا ام ياسر؟ وماكيش دعوه بمراته خالص، ودالها بالهدى. ام محمد سلام عليكم يا ام محمد. عليكم السلام، ازيك يا استاذه؟ ام محمد حبيبتي نورتيني، اتفضلي. الله يخليكي. انا حلمت بنتي حلمت ان هي بنت خالتها، هي متجوزه دلوقتي، اللي هي اتطلقت من جوزها واتجوزت واحد تاني من العيله. تمام. وجوزها اللي هو اللي هي اتطلقت منه ده، هو قاعد معاها في نفس الشقه، فبنتي بتقول لها ايه مفيش اكل، حتى قالت لها في اكل كذا كذا، فحد قالت لها بس دول، قالت لها طب خدي بقى الاكل دوت، ده هو كان جايبه لمراته اللي الثانيه، خدي كلي احسن من عينها. بنتك اللي بتقول لها؟ لا ده بنت اختي اللي بتقول لبنتي خدي كل الاكل، خدي الاكل دوت احسن من عين مراته الثانيه. اللي هي مين بقى؟ مرات مين؟ جوز بنتك ولا مرات اللي هو طليقها يعتبر، اللي هو اللي في الحلم اللي هو طليقها، بس هو جوزها دلوقتي. تمام تمام زي الفل، جميل. طب قولي لي احوال بنتك ايه مع جوزها؟ بنتي مش متجوزه، اللي حلمت دي مش متجوزه. اللي هي حلمت مش متجوزه، لكن الثانيه اللي مطلقه. اللي هي اصلا متجوزه، بس في الحلم اللي هي مطلقه ومتجوزه واحد قريبنا. انا بتكلم على المتجوزه، احوالها ايه مع جوزها المتجوزه؟ بنتي المتجوزه؟ اه يعني الحمد لله كويسه شويه كده يعني. بتنصحيها؟ بتنصحيها؟ اه طبعا. بتقبل نصيحتك؟ اه الحمد لله. ربنا يهدي الحال يا رب العالمين. انها تقول لها خدي كل ده احسن من عينه وكلام ده، فالامر راجع لواحده متجوزه اللي هي بنتك. اللي هي بمعنى ايه بقى؟ ان هي تحافظ على عيشتها على قد ما تقدر. اه ما تخليش جوزها دايما متضايق منها ويطلع بره البيت، بالذات هو متضايق منها خالص. يعني الحلم دوت للمتجوزه لبنتك، لبنتي متجوزه مش لبنت خالتها. لا مش لبنت خالتها خالص. اه لان معناتها ان في واحده في غفله في حياتها ومش واخده بالها من اللي بيحصل حواليها، ان دي بعد الشر بتتطلق، ودي حياتها بتتهدم، ودي بتتهان، ودي ودي ودي، مش واخده بالها من ده كله. اه مش معنى ان هي اتجوزت يبقى هي ملكاه، لا، الراجل محدش بيملكه. أوه. ما تملكوش غير الست اللي هي الاصيله الكويسه اللي عندها يعني الحكمه والذكاء والنباهه في حياتها، واللي هي بتخاف من ربنا، دي اللي بتملكه. لكن اكتر من كده لا، الراجل ما فيش واحده بتعرف تملكه. طب كنت في حلم تاني لبنتي عايزه تقوله. اتفضلي. الو. ايوه السلام عليكم. عليكم السلام. اتفضلي حبيبتي. لو سمحت، انا حلمت اني ماشيه في الشارع، فقابلت واحد وكنت جايبه اكل. تمام. فعمال يقول لي لو سمحت انا عايز سندوتش من السندوتشات دي، اقول له والله العظيم هم 4 سندوتشات، يقول لي لا انا حاسس ان في سندوتش تاني، اقول له لا ده هم 4 سندوتشات. رحت قلت له لا دول هم 5. فتحت لقيتهم 5. تمام. وهو اخد سندوتش منهم، وانا اصلا كنا فاكراهم ان هم 4. تمام. ففي انا كنت مخطوبه. تمام. فجه خطيبي قابلته فجاب يعيط وبيقول انا عايزه ارجع لك، قلت له تبقى الشقه تتغير، قال لي هتتغير، ويعيط ويقول لي عايزه ارجع لك. تمام. لقيته ماسك سندوتش واقف من بعيد عمال ياكل فيه. تمام. بعد كده رحت ماشيه في الشارع، لقيت زي ما يكون جراج وعربيه نقل كبيره. وعمال اروح لمين شمال، العربيه عايزه تدوسني، تمشي قدام وترجع ورا عايزه تدوسني. في الاخر اتشنكلت في العربيه النقل، ولقيت شاب شكله حلو قوي وبيشيل بضاعه يحطها على النقل. تمام. بص ربنا ان شاء الله يكرمك بابن الحلال بامر الله، رغم ان انت اتظلمتي. موضوع العيش اللي انت شفتيه وعايز 5 وانت تقول له ما فيش، واقول لك في زياده وكلام ده، ففي واحد مطلع على حالك وفاهمك جدا جدا وقريب منك، فاهمك هو. ولكن ما احترمش، ما فيش عنده احترام من جواه لفهمه ليكي، ما احترمش الفهم اللي هو فهمه لك، بل بالعكس خده، ويمكن ايه يعني يعني عصرك بيه، او ان هو ايه يعني مسكك منه الفهم اللي هو فهمه لك، لان انت ما عندكيش حاجه غامضه خالص. موضوع اللي هو العربيه اللي هي رايحه وجايه ودي، وكانت بتدوسك او عايزه تدوسك، وموضوع خطيبك وكده، فان شاء الله بامر الله ربنا هيرد لك مظلمتك بامر الله في الدنيا، ان الشخص ده ممكن يرجع ويعتزلك او يرجع لك او هيجي لك الاحسن منه. موضوع اللي العربيه اللي انت شفتيها رايحه جايه دي وعايزه تدوسك وكلام من ده،
انت مريتي المقاسي مريتي المقاسي، في فرص ضاعت منك في فرص ضاعت منك، ولكن اللي جاي احسن، اللي هي العربيه الكبيره اللي فيها الشاب الجميل. هو بيدل بامر الله على ان في راجل ربنا يكتبه لك بيخاف من ربنا وعنده مال وهيسترك وهيسعدك ان شاء الله، ولكن قبل كل شيء لازم تقولي الحمد لله طبعا، وما تفكريش في الماضي ولكن اتعلمي منه. طب ممكن يا دكتوره اقول حلم تاني؟ اتفضلي يا حبيبتي. انا حلمت ان انا اتكتب كتابي مع بنت وهي دخلت وانا ما دخلتش، وهي لابسه فستان الفرح وانا ما دخلتش. تمام. فجاه ماشيه برضه في الشارع لقيت شيخ بس شكله غريب. فالشيخ كنت بقول له انا حاسه ان في حاجه مش مظبوطه. قال لي ما انت عندك حاجه تمنع كده، انت كتب كتابك وجوزك مش موجود. تمام. وجوزي ما دخلش عليا. تمام. جت اختي المتجوزه جت قالت له هي ممكن اللي عندها دوت يبقى يمنع ده؟ قالت له اه، قال لها اه يمنع ده. بس وقمت من الحلم. قال انا بشتكي للشيخ ده. تمام. بصي، موضوع كتب الكتاب، واحده دخلت وانت لسه، فهو النصيب بتاعك اللي هو لسه ما جاش، نصيبك اللي لسه ما جاش، ما تعرفيش هو امتى وهو مع مين بالظبط، والله اعلم. ان هو الشيخ يوجه لك حاجه بيك هي اللي معطله الموضوع ده. لا، هي ما فيش حاجه معطله الموضوع ده غير طبعك انت وطبيعتك انت. انت المفروض تبقي المره الجايه، ما انا لسه بقول لك سبحان الله الحلم اللي قبل كده، اتعلمي من اللي فات ازاي. الحاجه اللي بيقول لك اللي معطله موضوع الجواز هي طبيعتك اللي انت بتفرضيها على اي حد وبتفهمها له. لا، خلي جزء ليكي وجزء اللي قاعد معاك لحد ما ربنا ان شاء الله يملككم انتوا الاثنين امور بعضكم، طبعا هو الجواز، لكن عندك حاجه بامر الله. ولكن هرجع للقران الكريم وهقول لك حصني نفسك، وهقول لك اعملي رقيه شرعيه لنفسك، وهقول لك الاذكار، وهقول لك الانتظام في الصلاه، واهم من ده كله قلبك الطيب لازم تنظفيه باستمرار مع ربنا. وفي النهاية خالص خالص اوعي تروحي لأي حد ولا تدي ودنك لأي حد، وخليكي مع ربنا رب العباد، وبأمر الله يعني الشفاء والدواء وكل حاجة طيبة هي من ربنا ومن القرآن الكريم، فعليكي بيه بأمر الله، وإن شاء الله حبت ربنا يسعدك ويسترك بأمر الله. وشكرا ليكي. طبعا وقتنا عدى معانا كالعاده. مواعيد البرنامج يا جماعه لحد دلوقتي في ناس بتتصل على الخط الساخن لسه ما كانتش عارفه البرنامج امتى. برنامجنا كل يوم ان شاء الله الساعه 9 من السبت لليوم الاربع، من السبت للاربع مواعيدنا الساعه 9 الصبح. طيب الناس اللي مش عارفه تتواصل معانا بعد الحلقه بساعه، الخط الساخن 1756 رقم الداخلي 2. الناس اللي بتلاقيه مشغول ابعت حلمك في رساله عن طريق الموبايل، ابعتوا احلامكم وانا بردها لكم، برد لكم التفسير على طول. الناس اللي مش عارفه تتواصل معانا تدعي لنا وتدعي من ربنا ان شاء الله ان يعرف يتواصل معانا بامر الله. شكرا لكم كلكم، مستنيه تليفوناتكم الطيبه وامر الله. وفي نهايه حلقتي استودعكم في حفظ الله وامنه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.